بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم أعزائي مشاهدي قناة الأهلي في برنامجكم ملك وكتابة. الولاء والمادة، هذا هو السؤال. ولو كان شكسبير حيا لتغير سؤاله. إبراهيم، أهلا بك يا باشمهندس، أهلا بكم أعزائي المشاهدين. وموعد يتجدد معكم والحلقة 697، لقاء الخميس من ملك وكتابة، يبدأه المهندس عدلي بداية فلسفية. خير. أشهر جملة في الأدب العالمي To be or not to be بتاع شكسبير، أكون أو لا أكون. أكون أو لا أكون، وبتيجي في سياقات سياسية ورياضية واجتماعية وفنية، في كل سياق. عندما يريد أحد أن يعني يصدر سؤالا هاما يستدعي هاملت، بيوصل في النهاية To be or not to be، أكون أو لا أكون. ولكن في هذا العصر الذي نعيشه يصبح السؤال، وخصوصا في دنيا الرياضة، الولاء أو المادة. أقول هذا الكلام بمناسبة قضايا التجنيس، وبنشوف ناس بتأجر البطولات، دول بتأجر البطولات من المواهب على مستوى العالم بتجنيسها، وبتنتزع ولائها لمواطنها. النهاردة خبر يزلزل كرة القدم على مستوى العالم، ميسي أصبح فري في هذه اللحظات. أوبا، حيث كلمته اصطدم، ما هو في هاشتاج دلوقتي كله بيستخدم، يعني أنت كلمته عايز ميسي. فأنت فري ترانسفير أهو، فأنت أنت بتهرب. أنا بهرب لأن ما أحبش أقول أسرار. ميسي اتفق مع برشلونة على كل شيء، ولكن الليجا كان له بعض الشروط المادية التي لا يتحملها الطرفين. فأصبح فري. مصيره إيه الله أعلم. إنما أنا بقول لك، وده اللي بيتقال، تخيل ميسي اللي بالنسبة للكتالونيين وعشاق البارسا على مستوى العالم يمثل المرادف لاسم البارسا. طبعا تقول البارسا، تقول ميسي، تقول ميسي، تقول البارسا. فالنهارده أسوأ كوابيس هؤلاء العشاق ان تخيلوا ان ميسي عايز يقعد والبارسا عايزاه يقعد ومش قادر يقعد. لعبت في دماغه انت العصر، آلية العصر يا استاذ ابراهيم، عشان ما تاخدش الناس بس في سكة هزار، لان الموضوع ده خطير والله. الخطورة فيه ايه؟ هو للدرجة دي المادة بتقضي على ما تبقى من القيم الإنسانية؟ انتوا مدركين حجم النجوم دول بيعملوا ايه في 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 عشاقهم وبلدانهم، مشاعر الجماهير، عشان في الآخر تبقى الولاء له علاقة بالعلاقة اللي هي كئيبة مع المادة. يعني الحقيقة احنا عايشين وقت صعب جدا، وقت صعب جدا، وحلقة في توقيت مهم جدا. هذه أبرز عناوينها. مقالي ومقاله، البطل إذا تصدر، الغربال الفبركة المسيعة، بعظمة لسانه ويجادلونك في المبادئ، الشموع الحمراء السياسي العاشق، وفي أسرار الملك الدينامو، وأخيرا مجلتنا من 40 سنة. ده محتوى حلقة النهاردة. لكن بقول لكم التوقيت المهم جدا، النهاردة الصبح منتخب مصر لكرة اليد خسر أمام فرنسا، تأهل المنتخب الفرنسي لنهائي بطولة اللعبة في دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو، ومنتخب مصر هيواجه يوم السبت إن شاء الله أسبانيا اللي خسرت من الدنمارك في السيمي فاينال. هيبقى إن شاء الله السبت مصر وأسبانيا على البرونزية، وفرنسا والدنمارك على الذهبية. لكن هذا الأداء الرائع للمنتخب الوطني في البطولة، اهتمام الناس كلها بيه، استحق أو حظي هذا الفريق بتشريف رائع وإشادة على قمة المستوى من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي.
رئيس الجمهورية لما يكتب بنفسه تويتة يشيد فيها بأداء المنتخب يبقى لا، هذا الفريق حاز ميدالية الاستحقاق والتكريم والتقدير على أرفع مستوى. كتب الرئيس: تحية فخر وتقدير لمنتخبنا الوطني لكرة اليد على الأداء البطولي والمشرف أمام المنتخب الفرنسي في نصف نهائي أولمبياد طوكيو 2020، فقد قدموا النموذج الأمثل لروح القوة والإصرار حتى آخر لحظة من المباراة. إن مصر تفخر بإنجازكم الكبير وعزيمتكم الجبارة وأدائكم البطولي، كما أؤكد على دعمي الكامل والشامل في رعاية الرياضة والشباب المصري. شكرا لكم، لقد شرفتمونا وأسعدتمونا. ده على حسابه الشخصي رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي. ده يدل إيه؟ على تفاعل هذه القيادة مع الأحداث المهمة اللي حقيقي ليها علاقة بصورة مصر. هو يرى أن اعمل اللي عليك حتى لو خسران. أيوه. بس أنت قدمت النموذج المحترم الذي يقدم الكفاح المصري الرياضي في أرقى صوره. فتستحق التهنئة حتى لو لم تبلغ، وهذا هو جوهر الميثاق الأولمبي. أيوه. جوهر الصراع الأولمبي. فلسفة التنافسية الأولمبية. عليك بذل غاية الجهد وليس عليك إدراك النجاح، يكفيك شرف المحاولة إذا كنت. ده اللي عمله الرئيس معاهم في بطولة العالم لما في دور الثمانية. هو متابع واضح للرياضة ومتابع لهذا الفريق. ويرى أن الناس بتعمل اللي تقدر عليه. النموذج. أنت دلوقتي لما تحلل لماذا هذه التهنئة لفريق قد خسر هذه المباراة. بهذا الأداء. الإشادة بهذا التوهج. اللي الحقيقة بتستفيد منه كل الرياضة المصرية. أيوة. لأنه في الآخر قال لك أنا ملتزم بدعم الرياضة والشباب. وده من أجمل الجمل اللي ممكن تسمعها كعاشق للرياضة ويعني تأمل من الشباب خيرا. أيوة. توفي الشباب خيرا. ال 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 الصورة إن المنتخب ده أولا خسر من فرقتين هم أطراف النهائي. هم أبطال العالم. أيوة. الدنمارك وفرنسا هما المدرستين الأعرق على مستوى العالم. هما المنافسين على قمة اللعبة في العالم التقليديين. فالنتيجة المنطقية أن يصل فرنسا والدنمارك. حتى وإن كنا فزنا على السويد وصيف العالم. بس أنت تملي ماتشاتك مع السويد قريبة زي إسبانيا كده. ماتشاتك مع إسبانيا قريبة. هو ماتش ماتش اسبانيا هيغيب على الزين، عنده اصابه في دراعه. النهارده البعثه قالت ان هو مش هيلحق. بص، علي الزين واحد من الناس اللي الناس مش واخده بالها منه. علي الزين مش بس باك بي 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 عنده قدره تهديفيه رائعه، لا ده راجل بيصنع صانع لعب من الطراز الفريد، يعني بيلعب الناس اللي جنبه. عشان كده برشلونه خد وساب ميسي. برشلونه قال لك بقى بما ان ميسي مشي نقدر ناخد علي الزين. فخساره فادحه طبعا، ولكن المنتخب مليان عناصر تستطيع التعويض. بشرط. هو الفرق بين ماتش السويد وفرنسا ايه؟ ماتش المانيا وفرنسا ايه؟ والسويد برضو تالق حراس المرمى. يعني انت لما تشوف كاتونجو هنداوي كريم كريم هنداوي في ماتش المانيا هو نقطه التحول. أيوة. زي النهارده حارس مرمى فرنسا هو نقطه التحول في المباراه. أيوة. لو كان التوفيق في صالح كريم هنداوي او حراسه المرمى بتاعه مصر كما كان في المانيا لفوزنا بالمباراه. احنا لحد الدقيقه 45 باقي 15 دقيقه احنا متعادلين مع بعض. فجاه في دقيقتين فرقوا ثلاثه وما عرفناش نعوضه. هي كره اليد كده. تهنئه، ارجو ان تحملوا المسؤوليه، ما يكتفوش بيها، لان برضو كتر الحفاوه امبارح واول امبارح بنتيجه مصر والمانيا وصلنا. انا بقلق من ما تشويش السمك قبل ما تصطاده. بقلق من كتر الحفاوه، لان قد توصل قناعات شئنا ما شئناش ان احنا عملنا اللي علينا. مع ان عندك فرصه ذهبيه، ما زالت احلام الميداليه تداعبنا، وهيبقى انجاز غير
مسبوق، وهيبقى ختام جميل جدا ان لعبه جماعيه تجيب لنا ميداليه في دوري الاولمبياد. في تاريخ كره اليد في الاولمبياد لم يحدث او لم يسبق انه المربع الذهبي دخلوا حد غير اوروبي. فضلت كره اليد الاوروبيه محتكره المربع الذهبي. الاربع منتخبات اللي بتتنافس على الثلاث ميداليات في تاريخ الدوره الاولمبيه في كره اليد منتخبات اوروبيه، لاول مره منتخب غير اوروبي يقتحم هذا المربع. ولذلك حفاوه العالم بيك منقطعة النظير، وهم شايفين ادائك. انت عندك ضربه جزاء امام الدنمارك لو عملتها في بطوله العالم هنا لوصلت للنهائي. اذا شكرا لكم، لقد شرفتمونا واسعدتمونا زي ما قال سياده الرئيس لهؤلاء اللاعبين اللي قدموا نموذج رائع جدا للشاب المصري. لما يكون عنده هذا القدر من الطموح، عنده هذا القدر من الاداء البطولي، هذه الروح العاليه اللي ممكن تختصر كل شيء. ما تيجي نشوف فلسفه التهنئه النهارده، ويعلم ان لسه المباراه بتاعه الميدال البرونزيه هتلعب. عايز اقول لهم انا خلاص تقديري وصل، تقديركم عندي تحقق. شدوا حيلكم. لكن انا ارى ان هذا يلزم هذا الفريق، امال بقى لو خدت البرونزيه يعني هذا التقدير يحمله المسؤوليه في ظل حصولك على ميدالي، ما تكتفيش بهذا التقدير لانك هتاخد اعلى منه. يعني هذا التقدير بيشب ايه؟ انا مقدر مجهودكم، يا سلام لو تجيبوا لنا البرونزيه، شوفوا هيتعمل لكم ايه. علشان نضيفها للثلاث برونزيات اللي عندنا لغايه دلوقتي، وجيانا فاروق بكره بطله الكاراتيه، البطله المصريه ولاعيبه النادي الاهلي بكره هتلعب ان شاء الله، نتمنى لها كل التوفيق. صحيح النهارده علي الصاوي ومروه ما كانش، او رضوى ما كانش عندهم حظوظ جيده في الكاراتيه، لكن بكره ان شاء الله جيانا فاروق وكل اللي هيلعبوا بكره باذن الله يكون عندهم فرصه افضل لاضافه ميداليه ان شاء الله. انا بس عايز ابدي يعني تعاطفي وحزني للمصارع ابننا اللي خد البرونزيه كيشو لانه الحقيقه هارد لك، هو يستحق ان يكون يا ذهب يا فضه. فعلا اداؤه ان في اخر ثانيه 10 ثواني بالظبط ينتزع منه فرصته، لكن هو بطل رائع جدا وصغير في السن، نتمنى له كل التقدم. وزميله اللي لعبه عنده رباط اسمه متولي رباط صليبي، وما كانش مصنف يعني جاي لنا من امريكا بيلعب باسم مصر، لكن ما كانش في التصنيف. حاجه رائعه جدا برضه وروحه عاليه جدا. المصارعه شرفتنا، السلاح يعني عمل اللي عليه، دول فرق عملت اللي عليها. التايكوندو عقبال الكاراتيه. عندنا مناقشات كتيره وتفاصيل كتيره في كره اليد وكل الالعاب الاولمبيه، لانه الحقيقه فيها كلام كتير يتقال في هذه الدوره. لكن على ذكر التقدير المتبادل بقى، يمكن ما يهم جمهور الاهلي ومشاهدي ومتابعي قناه الاهلي، كان بالامس في اجتماع مهم كل جماهير الاهلي كانت مهتمه بيه. الاجتماع شمل مجلس اداره شركه الاهلي للانتاج الاعلامي وشركه بريزنتيشن لايف، الشركه المتعاقده على اداره قناه الاهلي. الناس انتظرت هذا الاجتماع، صدر هذا البيان عقب هذا الاجتماع المهم. في اطار الاجتماع المشترك بين مجلس اداره شركه الاهلي للانتاج الاعلامي ومجلس اداره شركه بريزنتيشن لايف، اتفق على ان الهدف الاسمى للقناه في بث الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية الخاصة بالنادي الأهلي والتعريف برموزه ونجومه وتاريخه وإدارته، بما يعمق الرسالة التربوية والمسؤولية الرائدة التي يتحملها النادي الأهلي تجاه الوطن، ويزيد من تواصله مع المشاهدين العاشقين للرياضة بصفة عامة وجماهير النادي الأهلي بصفة خاصة، عبر عرض الحقائق التي تتفق وقيم الوطن الرياضية والنادي الأهلي سواء كان ذلك في مصر أو خارجها على مستوى العالم. واتفق أنه في إطار تعزيز الشراكة الاستراتيجية وتعاقد القائم بينهما على العمل من خلال النقاط التالية: 1- تنفيذ السياسات المعتمدة من مجلس الأمناء وتغطية كل أنشطة مجلس إدارة النادي الأهلي وحجب ما يقرره المجلس، وعدم الحديث باسم مجلس إدارة الأهلي إلا من خلال المتحدثين الرسميين للنادي كل في إطار تخصصه. الرجوع إلى مجلس إدارة شركة الأهلي للإنتاج الإعلامي حال الرغبة في الاشتراك في تقديم أي محتوى أو مساهمة في أحداث إعلامية يكون في ضوء سياسات النادي الأهلي والعقود المنظمة للعلاقة الاستراتيجية بيننا.
التزام جميع العاملين بالقناة باتباع السياسات المعتمدة من مجلس الأمناء، وفي حالة ارتكاب أي تجاوز من أي فرد سوف يخضع للإجراءات القانونية المتعلقة بهذا الشأن. الرابع، توضيح كافة الحقائق للمشاهدين وجماهير النادي الأهلي عبر المنصات الإعلامية المملوكة للنادي الأهلي فيما يتم من تجاوز أو ادعاءات وفق السياسات المعتمدة من مجلس الأمناء ودون تجاوز أي من القوانين أو اللوائح المنظمة للشأن الإعلامي والرياضي. وأكد النادي الأهلي في نهاية الاجتماع أنه لم يعهد التجاوز في حق أي من المؤسسات أو الأفراد، ويتخذ كافة السبل والأطر القانونية التي تكفلها القوانين واللوائح المنظمة للشأن الإعلامي والرياضي حال أي تجاوزات من مؤسسات أو أفراد تجاه النادي الأهلي وفق القيم الوطنية وقيم الرياضة والنادي الأهلي. شوف بقى، شفت بقى، هذا البيان مهم جدا وجاء في توقيت أكثر أهمية. تمام. وضع نقاطا كثيرة على حروف وحدد جوهر العلاقة بين الأهلي وأدواته الإعلامية، وأن ليس ثم تناقض أو خلاف أو اختلاف سوء فهم في فلسفة هذه العلاقة. البيان مكتوب بدقة، مكتوب بحرفية. البيان والصور بتعكس ان يا جماعة ايه المشكلة. مفيش مشكلة لما تشوف الحميمية وتشوف الود من الكابتن الخطيب والقيادات الموجودة الإعلامية ومسؤوله شركة بريزنتيشن، وتحديدا حرص العميد محمد مرجان ان يطلب ان يتصور منفردا مع كابتن الخطيب. دي رسالة بتقول للناس يا جماعة هو في ايه ده، محمد مرجان وانا جزء من هذا النادي. وبعدين حرص الدكتور سعد شلبي السلف والخلف بقى انه يروح ويتجه الى العميد محمد مرجان ويتبادلوا الترحيب وتسمع كلمه شكرا من العميد محمد مرجان. هذا يعكس التقدير المتبادل لكل الاطراف. كلنا في الاخر بنمثل الاهلي الذي يلتزم بمصلحه الوطن. ما فيش تناقض يا جماعه، وما فيش حاجه اكتر من الصور دي عشان تعبر لكم كفى عبثا في هذه العلاقه. طيب، ده على الصعيد الاعلامي. وعلى الصعيد الكروي والرياضي بقى، على الصعيد الرياضي الاهلي بيسابق الزمن في التعامل مع المباريات المضغوطه في التوقيت الحرج جدا. الاهلي خلاص وصل لصداره الدوري، لكن المباريات السبع المتبقيه شايفين الحيز الزمني بتاعها تقريبا كل اقل من 3 ايام هتلعب مباراه، سبت واربع، سبت واربع باستمرار. فالجهاز الفني يمكن النهارده كابتن سيد عبد الحفيظ قال ان هو تم انتظام اللاعبين الخمسه اعضاء المنتخب الاولمبي في التدريبات. خلاص مجرد ما خلصت من مباراه وادي دجله امبارح بدات تفتح صفحه سيراميكا كليوباترا يوم السبت. انتظم اللعيبه الخمسه في التدريبات. بدر بنون بيعاني من ايجابي كورونا، فمستمر في العزل، ويمكن يومين او ثلاثه ويعمل مسحه ثانيه ان شاء الله يكون كويس منها. لكن تمرينة النهارده شارك فيها الخمسه الاولمبيين، كان سبقهم صلاح محسن في المشاركه. القرار يشاركوا او لا يشاركوا، او بعضهم يشارك او بعضهم لا يشارك امام سيراميكا كليوباترا، هم تحت رهن المدير الفني. ايضا وليد سليمان كابتن الفريق المصاب بيواصل تدريباته التاهيليه ووصل لمرحله الجري. وايمن اشرف كان غاب عن المران لنزلة برد، لكنه شارك في المران الجماعي النهاردة. كل اللعيبة يمكن حتى آخر الاثنين الأولمبيين اللي شاركوا كان ناصر ماهر والشناوي دخل مران اليوم، والكل بحالة كويسة. الأهلي محتاج لكل عناصره. المعركة شديدة السخونة، شديدة الأهمية، شديدة الحسم في سبع مباريات القادمة لكلا من الأهلي والزمالك، ولذلك كل فريق محتاج كل عناصره في احسن حالته. وهنا عايز اتوقف بس على قوه القرار في النادي الاهلي. رغم يعني انت قلت انا هلعب خلال توقف الاولمبي واتفقت على 3 مباريات. فاتحاد قال لك طب انا هجيب لك اللعيبه قبلها بيوم. لم يتردد النادي الاهلي انه يعمل الصح، ولو انه خد المخاطره وتكبد المشاقه. عمل ايه النادي الاهلي؟ اشرك كل الفريق المنتظم
زي ما قلت لك المره اللي فاتت، هو اللعيبه اللي جايه دي مش محتاجه راحه، مش محتاجه تاقلم، فكان في مجازفه باشراك اي عنصر من هذه العناصر، مجازفه فنيه، مجازفه بدنيه. النهارده لما يرجعوا بقى وينتظموا هنرجع على طبيعتنا من اول ماتش سيراميكا كليوباترا، يبقى كل عناصر النادي الاهلي تحت رؤيه ال. بس انت كمان بتشتغل باكج، يعني عندك سيراميكا السبت وال والاسماعيلي الاربع، انت محتاج فرقتين والفرقتين لازم يكونوا زي بعض. وليد سليمان بالمناسبه بعد سيراميكا يدخل كوره. يعني قصدي اقول ايه بقى؟ انت عندك كده، ونيدفيد ابتدى مش عارفين نيدفيد كان في ال 18 كان في ال 18 يعني يعني، والناس لازم ما تتوقعش منه برضه انه هتشوف نيدفيد اللي قبل ما الاصابه على طول. هو حتى مستر بيتسو هيديله على فترات اكيد مؤكد، سيبوا الناس تشتغل. يعني عايز اقول ايه؟ بلاش بقى التنظير والاحكام، سيبوا الناس تشتغل، هم ادرى بحاله لعبتهم وخلينا ماتش ماتش. طيب ده يمكن الجانب من مران الفريق، وشايفين الكابتن الخطيب موجود مع مستر بيتسو موسيماني للاطمئنان على الفريق وتقديم كل التسهيلات وكل ما يحتاجه الجهاز في هذه المرحله، في تركيز شديد جدا في المرحله ديت. زي ما بقول لكم انت بتتكلم في مرحله مضغوطه جدا ما فيهاش فرصه ابدا لالتقاط الانفاس، انت بتطلع من مباراه بتدخل في اللي بعديها، فمحتاج كل اللعيبه ومحتاج كل التركيز ان شاء الله في المرحله المهمه الحاليه. كنا بنتكلم على كره اليد وبنتكلم على منتخب مصر. الاتحاد الافريقي ابلغ النادي الاهلي هتلعب مباراه السوبر الافريقي ضد الزمالك. كابتن رؤوف عبد القادر مدير النشاط الرياضي قال ان الاهلي تلقى دعوه رسميه من الاتحاد الافريقي لكره القدم بترشيح فريق الاهلي للرجال للمشاركه في مباراه السوبر الافريقي امام الزمالك بعد اعتذار النجم الساحلي. قال الكابتن رؤوف انه تم عرض الامر على الجهاز الفني بقياده الكابتن طارق محروس وياسر الرملي رئيس الجهاز. الجهاز وافق على المشاركه في هذه المباراه، كان المفروض تتلعب يوم 22 الشهر ده في المغرب قبل انطلاق بطولة أفريقيا للأندية أبطال الكؤوس، لكن قال الكابتن رؤوف إنه النادي تلقى خطاب تاني خلال الساعات القليلة الماضية، المرة دي من الاتحاد المصري بيقول له لا خلاص هتلعب حسب ما اتفقنا مع الاتحاد الأفريقي، هتلعب مباراة الزمالك بما إنه الطرفين مصريين، هتتلعب في القاهرة يوم 18 أغسطس الجاري. شوف أنا بفرح أول ما ألاقي طرفين من مصر بيلعبوا سوبر الأفريقي في أي لعبة. أيوه. يعني في كرة النهارده في كرة اليد. ايوه. ودي بتدي مكانة هذه الألعاب أو الرياضات في إفريقيا. احنا القيادات واحنا الرواد. ايوه. نتمنى أن تأتي هذه المباراة خصوصا بعد المستوى العام لكرة اليد، المنتخب من ثلاث عناصر أو من عنصرين، حتى لو قلنا المحترفين في الخارج هم من العنصرين دول. ايوه. أهلي وزمالك ولاعيبة خارج مصر. فاعتقد ان المباراه هتبقى تعبر عن مستوى كره اليد اللي العالم شافه في هذه الدوره، وتعكس بقى ايه روح رياضيه يجب ان تستمر في المناخ الرياضي المصري. طيب بما ان احنا بنتكلم على السوبر، السوبر الافريقي بقى لكن في كره القدم، الكاف حدد ميعاد 24/9 يعني 24 الشهر الجاي، الاهلي بطل دوري ابطال افريقيا بطل العشره مع الرجاء المغربي بطل الكونفدرالية. المباراة هتتلعب في استاد نادي السد في قطر يوم 24/9، ودي مفترض أو محتمل إن شاء الله تكون مباراة قوية وبتعكس تاني قوة المنافسة المصرية المغربية والحضور القوي للأندية المصرية والمغربية. الأهلي لعب السوبر اللي فات أمام نهضة بركان المغربي، والمرة دي بيلعب السوبر مع الرجاء المغربي 24/9. كابتن محمود الخطيب كمان، ودي الحاجات بقى بتاعت جبر الخواطر و المشاركه الانسانيه الراقيه تجاه كل الاطفال حتى والناس اللي بتتمنى انها تيجي النادي الاهلي، تحب تشوف الكابتن الخطيب، تحب تزور لعيبه النادي الاهلي. فكابتن الخطيب تلقى طلب من طفل عبد الله هاشم، ده من ذوي الاحتياجات الخاصة، انه اسرته قالوا انه عايز يزور النادي ويلتقط صور مع الكابتن الخطيب قدام دولاب البطولات. المهندس محمد سراج عضو مجلس ادارة النادي الحياة هو اللي كان على التواصل مع
أسرة هذا الطفل وحقق لهم الرغبة في اللي حضراتكم شايفينه، إنه هذا الطفل عبد الله هاشم يكون موجود في النادي الأهلي ويلتقط هذه الصور السارة والمهمة ليه. ده بالنسبة للنادي الأهلي. لكن الاتحاد الدولي بقى يا باشمهندس، فاجئنا امبارح بحاجة غريبة قوي. هو مين عميد لعيب العالم؟ ما هو هم بعد ما اعلنوا المطوع يعني عميد لعيب العالم، اول ما عرفنا اللقب في مصر لكابتن حسام حسن، كابتن حسام واللي كرمه واللي قلده العماده جوزيف بلاتر رئيس الفيفا وقتها في مباراه كانت في استاد القاهره لو تتذكروها. ثم بعد ما احمد حسن الصقر وصل للرقم الاعلى من الكابتن حسام حسن، او كان محمد الدعية الحارس السعودي اخذ اللقب برضه، فبقى عندنا اثنين عمده، العميد حسام حسن والعميد احمد حسن. فجاه الفيفا قال حاجه، لا ده ولا ده ولا ده ولا ده، انا كنت غلطان. في ايه يا عم؟ قال لك ده في لاعب ماليزي بطل سنه 84 كان احق بشاره العماده من كل الناس، والفيفا كمان لمزيد من الحسم راح منزل جدول بقائمه اللاعبين الاكثر مشاركه مع منتخباتهم اللي هم يستحقوا لقب عميد لاعبي العالم. دي القائمه اللي انتوا حضراتكم شايفينها. فيها اولا هذا الماليزي اسمه ساتشين ان، عنده 195 مباراه. حد هيقول لي طب اذا كان هو 195 مباراه، احمد حسن كان 184، وحسام حسن كان اقل من ده شويه، ايه اللي خلى اللاعب الماليزي ما ياخدش اللقب ده دلوقتي؟ القصه انه الاتحاد الماليزي ما كانش يوثق هذه المباريات لدى الفيفا، فلما عمل مراجعه لهذا اللاعب اللي عنده 71 سنه، يعني الراجل ده كان يستحق هذا اللقب قبل ما حسام حسن يشارك في اول مباراه دوليه. حسام اول ظهور له بفانيلة المنتخب كان في كاس الامم الافريقيه 86. الراجل ده اعتزل كوره 84، حصل على اللقب بتاع ال 197 مباراه كان احمد حسن في معهد مغاغه الازهري الابتدائي. انت متخيل ان احمد حسن كان عنده 8 سنين تقريبا وقت ما الراجل ده كان يستحق لقب عميد لاعبي العالم؟ بس اللي حصل انه الفيفا ما كانش وثق هذه الاحصائيه او هذه المشاركات. الاتحاد المحلي، الاتحاد ما سعاش لكده، افتكروا على كبر وافتكروا هو 71 سنه، وكويس ان افتكروه الراجل وهو عايش، عبر عن سعادته الكبيره جدا وقال ان انا ما كنتش منتظر ده وما كنتش متخيل ان انا عندي الرصيد ده وما كنتش بحسب ولا بعد، لكن كويس ان الناس الموثقين في الاتحاد الماليزي افتكروني وبعتوا المباريات للفيفا، الفيفا اعتمدها فاعلن هذه القائمه. الوثائق هنا لابد ان تكون سكور شيت ماتشات دوليه. ملاش طريقه تانية للتوثيق. انت عندي الراجل ده شارك من في السكور شيت اهو. اصل هو شارك في 200 وحاجه، اللي توثق اللي وافقوا له عليه 195. ايوه. يمكن الباقي ودي مثلا او حاجه. على فكرة كان حسام، كان أحمد حسن بروح طيبة جدا من أيام قليلة كتب إنه بيهني بدر المطوع اللاعب الكويتي إنه خلاص حصل على لقب عميد لاعبي العالم، وكلنا حيينا أحمد حسن إنه الراجل بيعلن إنه في حد كسر له رقمه، لأنه كان بدر المطوع وصل ل 185 وأحمد حسن 184 طبعا وحسام حسن 176. فجه الراجل الماليزي قال لك لا أنت ولا هو، ده انا عندي 71 سنه وانا الاحق من كل دول. لكن يبقى صراع الارقام صراع مهم برضه. هو الاهم من صراع الارقام توثيق الارقام. لان دي المسائل الخلافيه هتلاقي حاجات زي كده، وكل ومين قال لك ان ما يجيلكش اتحاد تاني يقول لك لا ده انا بقى عندي ما يوثق ويثبت. ما عايز اقول ايه؟ اذا طريقه التوثيق في عصر زادت فيه ادوات وسهولة التوثيق. انك تقدر توثق بسهولة بقى دلوقتي. ايوه. واخد بالك؟ والمعايير تبقى ثابتة ومحددة.
عشان ما يطلع لكش حد يكلمك بعد شوية يجردك. لا، يحط معاييره ويطبقها على نفسه. فأنت المسألة وكلها في الآخر حاجات شرفية. أيوه. وإن كان في العصر اللي احنا فيه ممكن تترجم إلى حقوق تسويقية. اه طبعا. فأنت ممكن تعمل لك إعلانات بصفتك العميل. العميل. على فكرة الراجل ده ممكن هتتهافت عليه وسائل الإعلام. عنده 71 سنة. العميد العجوز. يلا بيه. رونالدو بقى بيعاني من نفس القصة. إنه مش هيوصل لها. لا. لا، ده هو كان الهداف التاريخين على مستوى المنتخبات بعد ما عاد الرقم علي دائي. اي التحديث الجديد للقائمه كان صدمه زي ما المهندس عادل قال لكم. كريستيانو رونالدو عاد للرقم الايراني لعلي دائي، بات هداف العالم تاريخيا على مستوى المنتخبات، كان يمني النفس بكاس الرقم المشاركات الدوليه قبل الاعتزال، لياتي الفيفا ويزيد الامر صعوبه. رونالدو تراجع للترتيب، هو 37 سنة في فبراير اللي جاي، تراجع للمركز السادس ب 179 مباراة دولية. القائمة قائمة العشرة الحقيقة كلهم، يعني إذا كان بدر المطوع الكويتي 185، أحمد مبارك العماني 182، سيرجيو راموس الأسباني 180، رونالدو هو اللي عنده فرصة يزود لكنه واقف عند 179 مباراة، محمد الدعاية حارس السعودية المعتزل 178، سواريز المكسيكي 177، بوفون الإيطالي 176، وعامر شفيع الأردني 171. يبقى الرجل الماليزي ده طول ما هو عايش 71 سنة صعب حد يكسر رقمه ولا يكسر نفسه. لا، 17 مباراة. انت بقى عمك كريستيانو ده هيلعب مع منتخب بلاده لسن كام؟ وعنده 37 سنة. عايز 17 مباراة، هيبقى عنده 17 مباراة لو مع كابتن الجوري كان لعبهم بسنة. رحمة الله عليه. هنطلع لفاصل، وبعد الفاصل البطل إذا تصدر. أهلا بحضراتكم من جديد. بعد التأكيد على قيمة هذا التكريم الرئاسي وإشادة رئيس الجمهورية بمنتخب اليد والنموذج الرائع اللي قدمه شباب مصر في الأولمبياد، وتمنياتنا التوفيق ليهم بإذن الله في مباراة السبت مع إسبانيا على الميدالية البرونزية، كنت أشرت لكم في البداية إلى أن منتخب مصر أول منتخب غير أوروبي يقتحم المربع الذهبي. الحقيقة وللإنصاف منتخب كوريا الجنوبية كان سبقه لده في بطولة أو في دورة 88 لما فاز بالميدالية الفضية كأول منتخب غير أوروبي يدخل لهذا المربع وينال ميدالية. لكن كل التوفيق بإذن الله لمنتخبنا عشان يحقق الميدالية البرونزية يوم السبت على حساب أسبانيا بإذن الله. ده كان أبرز ما في ضربة البداية المهمة، لكن دايما وأبدا بداية حضراتكم مع مقالي ومقاله البطل إذا تصدر. امبارح وصل الأهلي للمكانة اللائقة، وصل حامل اللقب التاريخي لمسابقة الدوري إلى صدارة البطولة. تساوى الأهلي مع الزمالك في صدارة بطولة الدوري، وترأس الأهلي أو تصدر الأهلي بفارق الأهداف وأيضا بفارق المواجهات المباشرة. اللي عايزه قوله، عايز تاخد ده مش عايزه يعني ايه يا أستاذ إبراهيم الكلام ده؟ وإحنا هنعوم على عوم الناس اللي بتتكلم. اللائحة من أول السنة بتقول لك المواجهات. أوكي، هو لان المواجهات اتحسمت وترتيب الجدول في اثناء الموسم بالفرق الاهداف. استاذ ابراهيم هيلجا للمواجهات ازاي؟ الا اذا كان موقف بيقتضي اللجوء للمواجهات. هي المره الوحيده اللي الاهلي والزمالك تساووا فيها فلجوا للمواجهات. هنا ما كلام، لان هو المواجهات مش هيقدر يغير الواقع ده، لكن يمكن فرق الاهداف اللي ايضا لصالح النادي الاهلي باربع اهداف، والمعيار الثالث الاقوى هجوما، ففاق الاهلي الاقوى هجوما، لكن هذا امر يمكن تعويضه في احتمال ولو بعيد. اما المواجهات ده امر حسم البطوله في الثلاث مراكز الاولى والمراكز المؤخره بالمواجهات المباشره. ده من اللائحه من اول السنه. بالظبط. بعد الفوز على وادي دجله امبارح وعبور الوادي الصعب إلى صدارة البطولة، مستر موسيماني قال حققنا المطلوب أمام وادي دجلة وتصدرنا القمة، والكابتن سامي قمصان
وصف المرحلة المتبقية في المسابقة بأنها مباريات كؤوس. مباريات الكؤوس فيها 7 مباريات للأهلي. الأهلي السبت 9 مساء على استاد الأهلي والسلام مع سيراميكا كليوباترا، يوم الأربعاء 11 أغسطس 9 مساء في استاد الإسكندرية مع الإسماعيلي، الأهلي وإنبي السبت 14 أغسطس 9 مساء استاد الأهلي والسلام، الأهلي وطلاع الجيش الثلاث 17 أغسطس 9 مساء على استاد السويس، الأهلي والمصري البورسعيدي يوم الجمعة 20 أغسطس 9 مساء في استاد الإسكندرية، الجونة والأهلي أحد يومي 23 أو 24، أسوان والأهلي أحد يومي 26 أو 27 أغسطس. وأقول لكم ليه أحد يومي؟ ليه آخر أسبوعين مش متسكنة المواعيد حتى الآن؟ لأن اتحاد الكورة المفروض أنه هيلعب كل مباريات ذات علاقة واحدة في يوم واحد أو في توقيت واحد كمان، فبالتالي حسب ما هتصل الأمور في الأسابيع الأخيرة هيتم تسكين مباريات الأندية المتصارعة على مراكز المقدمة في يوم واحد، ممكن يكون أحد اليومين ده في الأسبوع اللي قبل الأخير والأسبوع الأخير، سواء في صراع البقاء أو صراع المقدمة، الاثنين مباريات أنديتهم هتتلعب في توقيت واحد. ده بالنسبة للأهلي ووضعية الجدول. امبارح الأهلي ووادي دجلة اتفرجت ولا لا؟ كالعادة بنرجع نتفرج بقصر الرجعي في الإعادة. كالعادة بتتفرج على الإعادة. يعني فهو الفكرة كلها هي درجة الصعوبة بتاعت كل الماتشات وسخونة الدقائق الأخيرة والتي يدخل في الأهلي أهداف ويحرز الأهلي فيها أهداف. إنما هي بتشي زي ما قلت لك، عجبني إن موسيماني كان واثق جدا في المجموعة اللي كملت معاه خلال دار الأولمبية واعتمد عليها، واستطاعت هذه المجموعة إنها تحقق له الهدف الاستراتيجي والهدف الميداني. ما هو في معركة تؤدي إلى تحقيق الهدفين. فأنت كنت عايز بعد ما زنقت نفسك بالتعادل المفاجئ اللي خلاك خلاص بتتساوى ولازم تكسب جميع ماتشاتك عشان تتصدر بالمواجهات، فالأهلي كسب الثلاث ماتشات ورا بعض. والحقيقة اللافت للنظر إن أهداف النادي الأهلي بتيجي بشكل يعني جمل وبشكل تعاون وبشكل في فعالية الهجمات وفي حسم التهديف وفي هدافين كنا مستنيينهم. كهربا ان هو يتألق في اللقاءات الأخيرة بواليا ان يقول لك انا موجود وما يخذلكش، استمرار تألق محمد شريف، استمرار تألق حسين الشحات، كل دي حاجات مهمة جدا جدا، يعني بتطمنك ان اللي جاي. طبعا تشعر ان قفشة مجهد شوية، عشان كده بقول لك مثل الكرة دي الجون اللي دخل فينا. طب ما انت لغيت لي جون ورجعت بتاع، ما رجعتش بالفار للكرة دي ليه؟ ما هي فاول، يا ريت تجيبوها لنا من اولها. جيبوها لنا من اولها، لا قبل كده ارجع، ايوه كده اهي فاول، كوبري اهي ودفع في الهواء فاول. او كنت عدت وقلت لا مش فاول، لكن انت ما عملتش كده. ما علينا، ما هو ما كانش هيروح الفار الا لما جت جون. ما جت يعني جون بعد ما جت جون كان لازم يرجع زي ما عملت معايا لمبدا الفرقه، لمبدا اللعبه بدايتها ايه، لان هو الكور اللي زي دي هي اللي بتعمل. هو زي ما عمل حتى في الغاء ضربه الجزاء اللي احتسبت على محمد هاني، لما رجع للفار شافوا ان في الاصل اوف سايد، بس دي اسهل لان نفس اللعبه. هي الكوره انت اوف سايد ادى الى ضربه جزاء، لكن فاول في نص الملعب ادى الى هدف. ده يقودنا الى البروتوكول نفسه. هل انت هتتدخل في الفاولات اللي في نص الملعب؟ لا. لو اللعبه اسفرت على هدف او عن ضربه جزاء او عن وقع الطرد، ده الحاجات اللي انت بتتدخل فيه. فهو اتدخل هنا مش علشان الاوفسايد كاوفسايد، لا عشان اصفر عن هدف. لما كانش اصفر عن هدف كان عدى بالظبط زي هدف الاهلي الثالث. ماشي. طيب
الدوري بقى في سخونيته ديت مستقطب كل الاهتمامات، يعني كل الاهتمامات عربيا وخليجيا. المسابقة المصرية فيها محل اهتمام وتقدير كبير جدا. لكن الحقيقة استوديو قناة عجمان فيها استوديو رياضي عنده اهتمام خاص بالمسابقة المصرية، وماله؟ أهلا وسهلا، دي قيمة الدوري المصري، وده قيمة أنديتها، ودي شعبية النادي الأهلي اللي بتخليه مثار حديث كل الناس، مؤكد. لكن ما هو غير مقبول وغير معقول انه يتخصص استوديو في بث معلومات خاطئة وانطباعات زائفة وكلام ملوش اي معنى عن النادي الأهلي، وباستمرار عن النادي الأهلي، ومعرفش حتى لا فيه حقوق رد ولا فيه استحضار للغائب، لانه حتى من قواعد الاعلام لما الراجل اللي قاعد على المنصه كمذيع او مقدم للبرنامج هو المفترض انه راجل محايد بين كل الاطراف اللي موجوده، والمفترض لما يوجه اتهام لنادي بعينه او لاي طرف لازم الحاضر الحاضر يستحضر الغائب، لازم يكون هو لسان هذا الغائب. هو ماله؟ هو بيعلق على الدوري التونسي؟ هو بيعلق على الدوري السعودي؟ هو بيعلق على الدوري الكويتي؟ هو ما بيعلقش. لما يكون في هذا بيعلق على الدوري المصري وتحكم وتصدر احكامك عليه، احكام مسيئه كمان. هو انت شانك ايه بينا؟ شانك انك تقولنا تقول اخبارنا، لكن شانك انك انت تظهر كراهيتك وممارسه المتاجره بالكراهيه عشان تعمل. مين كان يعرف هذا الرجل صاحب هذا التعليق المستمر والاستفزاز المستمر قبل ما يتجاوز حق النادي الاهلي؟ هي المتاجره بالقرارات. هنشوف هذا الفيديو. هذا ليس حقه، وانا ارى ان الاتحاد المصري لازم يدافع عن نفسه، لان لما يتهم الاول نسمع بعدين نتكلم. معلق او اعلامي اماراتي يدعى عادل الحمادي، هنشوف عادل الحمادي في قناه عجمان الراجل قال ايه، ونشوف الكلام اللي بيقوله المهندس عادل واللي انا ممكن اقوله صح ولا لا، نسمعه. من القرارات التي يجب ان تحترم جدول المباريات اللي يقام بالقرعه، وهذه من مبدا تكافؤ الفرص ان جدول المباريات يقام. المؤجلات يجب ان تلعب كما برمج لها وتم جدوله هذه المباريات. اما اني انا اختار فرق مؤخره الدوري للعبها، يختار الفرق اللي يلعبها في المؤجلات. يعني شوف الاهلي لعب مع من او يلعب مع من اثناء وجود سته من لاعبينه في المنتخب الاولمبي، هو اللي يختار يلعب مع لعب مع الانتاج الحربي صاحب المركز 18، لعب مع البنك صاحب رقم 15. الاتحاد الجامعي الاهلي عادل؟ الاهلي يختار مؤجلاته، يختار حكامه، يختار قراراته، يختار الوقت اللي يلعب فيه. لعب مع اسوان ولعب مع وادي دجله، خلاص ما في مع الجدول، يعني ما في يعني اضعف من هذه الفرق في الجدول، ومع طيب ذلك يعني يحتاج الى الحكام ان يعاونونه. طيب على الفوز على هذه الفرق اللي في حرام يعني ان فريق مثل الاهلي الموسم هذا ياخذ الدوري، واذا ما اخذ الدوري فهو يحقق يعني ويؤكد على ما نقول انه. والادهى والامر من ذلك عبد الله بس في 10 ثواني، ان يخرج مسؤول الاهلي ومديره الاداري سيد عبد الحفيظ ويصيح ويدعي المظلوميه. يا ابراهيم قلت لي اسمه ايه؟ علي الحمادي او عادل الحمادي. عادل الحمادي. هو البرنامج ده اسمه الكره في مصر؟ اسمه ايه البرنامج؟ انا مش قادر افهم باي حق تعلق على الشان الكروي المصري بالاساءه دي، للاساءه للنادي الاهلي والاساءه لاتحاد الكره والكره المصريه والنظام العام الرياضي المصري. انت هنا بتتهم الاتحاد وكانه لا حول له ولا قوه، وان النادي الاهلي بيختار، بس نتيجه غله الداخلي ها خدع نفسه، خبى الحقيقه عليه ان هذه هي مباريات مؤجله. الاهلي لعب 8 مباريات مؤجله يا اخ عادل. الاهلي ما اختارش. الاهلي لعب في الفترات الماضيه 8 مباريات مؤجله، اختار ايه؟ الاهلي لعب المباريات اللي كان ينبغي انه يلعبها اثناء خوضه
المشوار الافريقي وتاجلت له، ولعب تحت ضغط ولعب ضد بيراميد ولعب كل مع كل الانديه اللي هي تاجلت له ماتشات، يعني لعبه مع الفرق اللي هي لسه موعدها ماتشاتها ما جاتش قبل المؤجلات. ايه المطلوب؟ وبعدين انت عشان تقول هذا الكلام هو مين اللي بيعدلك؟ هتلاقي واحد من هنا برضه له مصلحه في انه يقول له الكلام ده، اصل الراجل ده هيجيب المعلومات دي بالطريقه دي واللغه دي والتحامل ده والكره ده وبث السم ده، ها؟ هيجيبه منين؟ وبعدين شأنك ايه؟ انت لا تعلق على الجدول في عجمان. انت بتعلق عليه في مصر، تقوم لما تيجي تحب تتكلم تروح لاتحاد الكوره، انتوا عملتوا كده ليه؟ مش النادي الاهلي اختار؟ ويشكك ويطعن على خوفه اذا فاز النادي الاهلي، فازاي من دلوقتي يفطس لك فوزك؟ ده راجل لا يمكن يكون يعني يسعى الى الحقيقه، انما يسعى الى ممارسه مشاعره على الهواء في شان لا يخصه. انا ارجو من اتحاد الكره المصري، واتوجه هنا لان ده اتهام مباشر للاتحاد الكره المصري، اساءه مباشره لنظام الكروي المصري. احنا في ناس يقول لك لو احنا اللي بنتكلم كده ده شأننا، ها ادي على ابني واكره اللي يقول امين. انت مش من شأنك انك تطعن في مصداقيه الدوري المصري في جداره في نتيجه محتمله. دلوقتي احنا وصلنا الى اللحظه اللي ما فيش كلام يتقال فيها خلاص، وهو الاهلي ما خسرش قدام الفرق دي، ده خسر قدام الفرق دي نقاط. انت صنفتها، ما في واحد تاني يقول لك انت بتلعبه ضد الفرق اليأسة اللي هي عايزه تقاتل من اجل البونت وعايزه ما عندهاش حاجه تخسرها لازم تكسب، فبيتعرض ان هو يفقد نقاط وتحرز فيه اهداف، وشفنا ان كل مباراته صعبه، وانه يا سيدي الفاضل يلي بتسعى الى الحقيقه والعدل انه بيلعب من غير لعيبته، سته لعيبه دوليين بيلعب من غيرهم، تقبلها انت دي لاي فرقه عندك؟ ما تقول الحق، لكن انت هتفضل بقى كل اسبوع تفاجئنا بهذا الشعور السلبي ناحيه النادي الاهلي، لدرجه انك في السكه كده بتطيح بالنظام الكروي المصري. هي دي النقطه المهمه جدا. الحقيقه احمد حسام ميدو تم انهاء عمله مع احد الانديه السعوديه عشان اخطا في حق مشجع، عشان نبقى واضحين وكل الكيانات تحترم. بكلمك على مدرب اخطا في حق مشجع في الرد عليه على التواصل الاجتماعي، تم انهاء عمله. والدوري المصري ليس اقل قيمه من اي شخص، ونظام الكره في مصر وقيمه النادي الاهلي هي اعلى من اي حاجه. لكن فكره ان انا يبقى في منصه دائمه لتوجيه الاساءات، لتشويه الحقائق، للاساءه للنادي الاهلي بهذا الشكل، ده كلام غير مقبول وغير معقول بالمره. ناهيك على ان هو بيستند على معلومات كلها خطا. طبعا بينسف قيمه ونزاهه وسمعه الكره المصريه ومسابقتها، وكمان بيسيء للنادي الاهلي وجدارته، لانه هو النادي الاهلي لما تتاجل له 7 مباريات، طب هو انت كنت عايز الاهلي في خلال الفتره دي، مش دي فتره المؤجلات؟ ده كويس قوي ان الاهلي وافق، وعلى فكره اتحاد الكره وجه له الشكر انه وافق علشان يساعد في حته التوقيت والوقت الصعب، ونلعب 4 مباريات من غير لعيبه، نلعب مباريات من غير 6 لعيبه. لو النادي الاهلي كان اعترض وقال ان انا لا مش هلعب الا لما لعيبتي تيجي، ما كانش هيلعب وكان هيستنى لما اللعيبه ترجع. لكن كون ان الاهلي يتساهل ويوافق ويلعب اولا هذه المباريات، ما حدش نقى وما حدش اختار، هي دي المباريات المؤجله. ما كانش مطلوب من الاهلي ما يلعبش مع البنك الاهلي او مع اسوان او مع الانتاج الحربي او مع سيراميكا كليوباترا في الفتره دي، ويجيب الاسماعيلي والمحله والزمالك والاتحاد وهي مباريات غير مؤجله. ولعب مع بيراميدز ولا ما لعبش؟ ما هو لعب مع بيراميدز المباراه المؤجله وتعادل. لكن بيراميدز لعيبته الاولمبيين سافروا والاهلي لعيبته الاولمبيين سافروا. ايه المشكله؟ انا بقول لكم الكلام كله بينطوي على معلومات خاطئه وينطلي على نفوس فعلا حامله كل حاجه غير ايجابيه تجاه النادي الاهلي وتجاه المسابقه المصريه. بيراميدز تاجلت له ماتشات عشان لعيبته مسافره ولا لا؟ تاجلت له ماتشات ولعب مع الاسماعيلي. احنا النادي الوحيد، ها؟ ده بيراميدز ما لعبش مع الاسماعيلي المباراه المؤجله الا لما الاولمبيين رجعوا. ما انا بقول لك يعني انا النادي الوحيد اللي لعبت من غير لعيبه الاولمبيين. اه يعني ايه المطلوب مني؟
الاهلي كان طلب تاجيل مباراتين اثناء فتره المنتخب الاولمبي لضيق الوقت ولضغط الجدول، وافق انه يلعب مباريات الاربعه. حتى امبارح لعب المباراه واللعيبه الاولمبيين موجودين بس لاسباب فنيه وبدنيه وذهنيه لسه راجعين، ما استعانش بيهم ولسه داخلين التمرين النهارده. خلي بالك نقطه مهمه جدا كمان، ان هو عشان يلعب في وقت الدوره الاولمبيه مش هيقدر يلعب النادي الاهلي مع لعيب مع نادي يكون لعيبته موجوده في الدوره، لان النادي الثاني ما وافقش، الاهلي وافق. فاللعيبه الانديه اللي ما لهاش لعيبه في المنتخبات الاولمبيه اترتبت بالطريقه دي كمان. يعني انت لو عايز يعني ما هو ما لو كان جه قال للاسماعيلي هتلعب ماتش الاهلي، اولا الماتش مش مؤجل، لكن نتخيل انه كان مؤجل، الاسماعيلي يقول له لا انا عندي لعيب مهم بالنسبه لي. وهو مش يعني انت الفتره دي بتأدي المؤجلات، ما كانش مطلوب هتجيب مباريات من الجدول وتلعبها الفتره دي فتره. يعني هو لو يا استاذ حمادي دي فتره مؤجلات، عندك الست مباريات اللي كتب له ورطه بس من الاخر. ده اذا كان حد كتب له، لكن اذا كان حد فعلا عنده هذا التوجه ضد النادي الاهلي فالكلام لمسؤولي تلفزيون عجمان. هل هذه منصه خاصه جدا وموجهه ضد النادي الاهلي والاساءه ليه كل اسبوع؟ هل ده معقول او مقبول؟ هل طب انا اقول لك حاجه، هل في نادي على مستوى الوطن العربي بيتعامل معاه كده؟ لا، ولا نادي. لا ارى انتقادا غير للنادي الاهلي من بعض الاعلاميين معروف ميولهم، وده اللي بيشككني. هو مين اللي بيعدلهم؟ مين اللي بيعدلهم؟ وبعد كده تلاقي حتى في نفس الاستوديو يتم ترديد نفس الغنوه بتاعت هو الاهلي ما بيروحش يلعب في الاسماعيلي ليه؟ الله. طب وانت مالك؟ ما احنا ده احنا ردينا عليه بحقائق واضحه جدا. انت كمان هتتدخل في الشأن رد الكابتن ميثم عادل النجم العراقي والمحلل الكبير على حدوده الاسماعيلي دي في نفس الاستوديو نسمعه. لماذا الاهلي لا يلعب مع الاسماعيلي في الاسماعيليه؟ هل بالفعل ان تاثير الاهلي وسطوته على الكره المصريه يتدخل حتى في اختيار الملاعب كما يقول البعض؟ منذ 10 سنوات الاسماعيلي لا يلعب في القاهره، فهو الوضع ما يخص الاهلي. الاسماعيلي ما يلعب مع المصري في بورسعيد، انت عرفت شلون؟ الموضوع ما يخص النادي الاهلي كما يعتقد البعض عبد الله، هذا موضوع ايضا تضليل وتدليس. انا هذا اللي اريد اقوله، مع كل احترامي للاعلاميين، هؤلاء الاعلاميين الدخلاء اليوم الموجودين في الشارع الرياضي لاهداف خاصه ولاغراض خاصه، يريدون ان يثيرون الشارع الرياضي لاي سبب كان ضد الاهلي المصري. الاهلي المصري صاحب 142 بطوله وصاحب البطولات التاريخيه الكبيره، وربما هو ينافس ريال مدريد على البطولات العالميه، فبالتالي هناك حقد، هناك حقد وغل من البعض بكل اسف اقول على هذا النادي الكبير والصرح الكبير. الاهداف بالنسبه لي مش اهداف رياضيه بحته، لان انت اليوم عندما تثير الشارع الرياضي بهذا الشكل مع قرب كل مباراه الاسماعيلي، هذا مو جديد السؤال عبد الله. الموضوع كله هو شنو؟ يريدون ان يثيرون الشارع الرياضي ويقولون للشارع ان الاهلي متحكم، حتى باكر الدور من يروح للاهلي او الاهلي يحصل على البطولات، ان الاهلي يحصل على البطولات بهذا الشكل. ما العلاقه الاهلي في هذا الموضوع؟ الموضوع امني بحت. الموضوع امني بحت. تذهب شوف الدوري المصري مختلف عن دورياتنا، مختلف لان الامن هو من يتحكم، الامن ها الامن من يتحكم تمت الموافقه على الموافقه. نعم عندما تذهب الرزنامه، عندما تذهب الاجنده، لابد ان الامن يوافق على الملاعب. هناك تدليس وتضليل للشارع لا توصل للحقيقه بشكل كامل. والله هو بيقول نفس الاسباب اللي عمالين نرددها هنا يا استاذ ابراهيم. يا جماعه هو الموضوع ده يعني، ونرجع نقول السؤال ده ليه بيوجه لمين؟ لاتحاد الكوره خلاص المساله بقت واضحه جدا، ورد عليها الاستاذ مازن بوضوح شديد جدا لما جبناه. قال هذا قرار يخص الامن، مش عايزين نقعد كل يوم وتاني شوف هذا السؤال للحياه، لانه ده كان محور اهتمامنا الحلقه الماضيه، وعرضنا فيديو لكابتن احمد حسام ميدو من برنامجه وهو بيسال بيقول انه من عجائب الدنيا السبر انه الاهلي ما بيروحش يلعب في الاسماعيلي. واحنا قلنا وبناكد لميدو ولكل الزملاء الاعلاميين وفي كل المنصات الاعلاميه المختلفه، ملك وكتابه معني بتصحيح المعلومات التي ترد في اي مكان عن النادي الاهلي واللي من شانها تشكيل راي عام ما ضد النادي الاهلي او الاساءه اليه. ده اهداف البرنامج وده اساسه، مش تعليقا على حد ولا شخصنة ولا انتقادا لحد ولا شخصنة مع حد على الاطلاق. لكن احنا النهارده بنتكلم في 679 حلقه، يعني
اللي متابع من الأول عارف أهداف البرنامج وطبيعته. لما بنتعرض لأي برنامج بنتعرض في المضمون وليس القائل، بنتعرض في المكتوب وليس الكاتب. فلما ميدو يقول من عجائب الدنيا السبع الأهلي ما بيروحش الإسماعيلي، قلنا له لا، من عجائب الدنيا السبع إن السؤال ده لما يطرح لازم نبقى فاهمين. رقم واحد، ما هو الإسماعيلي ما بيجيش القاهرة. رقم اتنين، ما هو الإسماعيلي ما بيلعبش في بورسعيد والمصري ما بيلعبش في الإسماعيلية. انتوا ليه قاصرين على الأهلي؟ الجار المباشر للإسماعيلي وهو النادي المصري ما بيلعبش في الإسماعيلية. المصري كمان، لأنه حتى بيتقال ليه الأهلي ما بيلعبش في الإسماعيلية وبورسعيد؟ يا أخي ده المصري ما بيلعبش في بورسعيد. المصري نفسه بيلعب كل مبارياته في برج العرب. فميدو بيقول أنا عارف كده. طيب وإذا كنت أنت عارف كده يا كابتن أحمد، السؤال لمين؟ الجهات الأمنية، ده تقدير أمني للموقف يحترم الكل. حتى لما جبنا المهندس مازن مرزوق اللي حط الجدول قال في رؤى أمنية مهمة جدا للبلد لازم أن تنفذ في الجدول، وده بيؤخذ بيها. لكن حتى الكابتن علي غيط قال كده الإسماعيلية، لكن لا ملك وكتابه بياخد حد، لا المنطقه غامقه ولا المنطقه فاتحه ولا المنطقه على الاطلاق. ازاي يعني احنا عندنا كل ده يكون قصد حد الزمن. يعني فينا عايزين نورط حد ليه؟ ايه المصلحه؟ وخصوصا ان احنا يعني انت بتحترم وبتشيد بعلاقتك بينا، واحنا نفس الشيء اكتر من مره، واحنا عشان موضوعيته وبجديته في الطرح، مفيش خلاف شخصي. فمش عايزين حد يكون في النص كده بيخلق حاله تكدر هذه العلاقات، لان مش متشخصنه الامور، احنا بنصوب معلومات مش اكتر من كده لبعض. وهو نفسه قال على فكره، قال لو اختصر الامر ان يتقال احنا ليه نعتمد، ما هو الاهلي ما بيلعبش في القاهره. طب ولو اتقال الكلام كده ما كناش عامل الله بالظبط. لكن بص، نتيجه ان احنا نردد هنا كلام بيننا وبين بعض بناء على معلومات غير دقيقه، وبنتجاهل انه حقيقه التقدير الموقف العام في البلد غيرنا بيستثمروا، يطلع بره ازاي؟ يطلع بره في الامارات على انه ليه الاهلي، والاهلي اشمعنى الاهلي ما بيروحش الاسماعيليه، وهتلاقي المتلقي هناك لا يعرف ايه المشكله ولا ايه الموضوع ولا ايه الحكايه، بس يتفهم منها ان الاهلي ده اللي بيدير المسابقه على مزاجه. هو ده، هذه بضاعتكم ردت اليكم. وهذا استمرار للاستخفاف بالقرار الكروي المصري. ولا يمكن ان يصمت اتحاد الكوره، لان اللي تعمل الحقيقه اللي مش النادي الاهلي، مش النادي الاهلي في الاخر اللي بيقول هيلعب فين ومع مين ولا مع مين ولا ترتيب الجدول ازاي. في الاخر مهما قال، مهما طلب الاهلي، القرار في الاخر عند اتحاد الكوره. فاتحاد الكوره لابد ان يتواصل مع الاتحادات المعنيه ومع البرامج المعنيه، يقول لهم يا جماعه مش معقوله كده، احنا بنلم الامور وانتم بتبعتروها لنا. يعني ده كلام غير معقول، لانه حتى ميدو نفسه، انا بقول لك حتى ميدو نفسه تعرض لهذا الظلم في تقدير التعامل معاه. يعني لما كان في السعوديه مدرب لاحد الانديه ورد على مشجع بيسئل ليه؟ بيسأله شخصيا، رد عليه. تم انهاء عمله وترحيله. فعايزني منصه في الامارات او في اي دوله إن كانت تكون عندها هذا الرجم الدائم للنادي الاهلي وللمسابقه المصريه، ومحدش يصحح اخطائها، وبعدين تكتشف انه حتى ما يرددونه ناتج من هنا، طالع من هنا. احنا بنفضل نردد كلام واساءات للمسابقه وطبيعتها وانتظامها وسمعتها وللنادي الاهلي وقيمته. بس حتى لو طالع كده يا استاذ ابراهيم، هو ايه الاهتمام المفاجئ ده؟ مفاجئ، مفيش قبل كده هذه الظاهره. بقى لنا الدوري شوف من امتى شؤون الاهلي لا تناقش، والزمالك والكره المصريه لا تناقش في هذه الا كاخبار، زي ما احنا نقول ايه فاز نادي العين على نادي الشباب، او النادي الاهلي على مش عارف ايه، او الشباب على مين، وبنعلق. واذا حدثت ازمه بننقلها على لسان اطرافها وبنشير الى المصادر اذا اشرنا. لكن ان احنا نبقى الفقره اللي بيعتمد عليها للترويج ورجم النادي الاهلي والكره المصريه، لا لازم يبقى في وقفه، لازم يكون في وقفه، ولازم يبقى في فاصل، لأنه بعد الفاصل هناك الفبركة المسيئة كمان. أهلا بحضراتكم من جديد. خلصنا من مقالي ومقال، وشفنا البطل إذا تصدر بيحافظ على صدارته، لكن هذا الحفاظ محتاج بالتأكيد كل الجدية، كل التركيز، كل الهدوء.
في التعامل مع المرحلة اللي جاية اللي فيها مطبات كتيرة، وهنا الدور على الجمهور، جمهور الأهلي في تعامله وتفاعله مع المرحلة الجاية لازم يبقى عارف إنه دوره مهم جدا ومؤثر في مساندة الفريق أيا كانت ظروف كل مرحلة، وكل مباراة هتبقى مباراة كؤوس زي ما الكابتن سيد عبد الحفيظ قال. لكن أعتقد الأهلي إذا تصدر زي ما الناس بقت حافظة وعارفة، الأهلي لو طلع للقمة ما بينزلش، ده بشروط يا باشمهندس. بص يا أستاذ إبراهيم، كل ده حلو، وكل ده التاريخ بيقدم الدليل عليه، ولكنه لا يمكن إن احنا نجزم أن هذا ما سيحدث. ايوه، لا يمكن نتعامل مع الامور يا كده يا بلاش. ايوه، احنا هنسعى الى كده. ايوه، النصر او النصر. ايوه، خلاص هو ده شعارنا. لكن فكره ان احنا حتى نتعامل مع المباراه ان احنا بنرفض فيها الثواني اللي ما نعملهاش بالشكل اللي احنا عايزينه، احنا وصلنا الى هذه المرحله. الدقائق اللي ما تتلعبش زي ما احنا عايزين بنبقى في منتهى القسوه في نقدنا للنادي الاهلي. تقعد واحد يقول لك هو الاهلي لسه بيبلبط في الميه، فين الاهلي؟ يا عم استنى الماتش ما خلصش. مش كده، مش هنتعامل مع الهجمه ومع الطلعه ومع الباصه ومع الغلطه في الاخر. انت بتتعامل مع كره قدم، بتتعامل على بشر، مهما بلغت كفاءه هؤلاء البشر مفيش حد، كل انت نفسك كل يوم مش هتصحى انت، وانت انت اللي عارف قدراتك. عارف قدراتك النهارده، ابعد عني الحاجات دي لاني مش هقدر عليها. ابعد عني الحاجات دي لاني مش هقدر عليها، لكن هنقدر نحط كل هذه الاشياء في الغربال، الفبركه المسيئه. افهم انه الاجتهاد الصحفي قد يدفع البعض انه يقول خبر ممكن يكون ضعف في الاستقاء من المصدر، ممكن يكون مصدر غير جاد، ممكن يكون رغبة، ممكن يكون أي هدف من توجه للصفحة. لكن هناك نوع من الفبركة المسيئة، المسيئة في القيمة، المسيئة لأشخاص، المسيئة لنادي، هي دي المشكلة الحقيقية. وزي ما قلنا الأسبوع اللي فات، موسم الهاري ينبان له أمارة، تتفرجوا على الهري الصحفي والكثير من النشر غير المسؤول، لكن خطورته في الفبركة المسيئة. ده نموذج منها بالمناسبة. المصري اليوم واخد من كام يوم خبر، ده عنوانه: الأهلي يعرض ناصر ماهر وعشرين مليون جنيه لضم إبراهيم عادل. خدوا بالكم ده اتنشر، وناصر ماهر وإبراهيم عادل الاتنين موجودين مع المنتخب الأولمبي في الدورة الأولمبية في طوكيو. يعني الاثنين على قدم المساواة في الفريق واحد. ناصر ماهر لاعب كبير جدا بقدرات عالية جدا، شفنا الأهلي لما أعاره لسموحة وأخذ فرصة في سموحة مستواه بقى عامل إزاي، أهله للمنتخب الأولمبي ورشح للمنتخب الأول. ده ناصر ماهر. إبراهيم عادل لاعب بيراميدز، لاعب موهوب، لاعب محترم جدا، لاعب واعد جدا، واعد إلى درجة كبيرة جدا. لكن لما يوصل الأمر إن أنا ألاقي النادي الأهلي يتقال انه عارض 20 مليون جنيه وعليهم ناصر ماهر عشان يضم لاعب، انا الحقيقه علشان ما اجتهدش بعت العنوان ده للكابتن امير توفيق مسؤول التعاقدات في النادي الاهلي. ده صحيح؟ قال لي مش ممكن، غير صحيح بالمره، ولا يمكن ابدا قبوله بهذا الشكل على الاطلاق. اذا المصدر الرسمي الحقيقي يقول لك ان دي فبركه مسيئه، مسيئة لناصر ماهر ومسيئة للنادي الاهلي. هو عارف بيعمل ايه اللي كاتب الخبر، ماشي عارف. بس في النهايه انتوا شايفين انا ازاي بقلل من قيمه لاعب وقيمه نادي وقيمه فريق. يعني استاذ ابراهيم، هو مش عارف ان الكلام ده هيستفز الكابتن ناصر ماهر وهيقلبه على الاداره بتاعته لما يكتب هذا الخبر للعيب بقاله مده مرشح للفريق المنتخب الاول، مش النهارده. ايوه، والمنتخب الاولمبي، وله ولاعب لعب في الدوري من 4 سنين او 5 سنين وهو عنده 17 سنه ولاعب في كل المنتخبات، هو بيستفزه وبيقلبه. أيوه، على ناديه، مش اكتر من كده. أيوه، اللي كتب الخبر ده لما تقرا الصفحه المصري اليوم هو مدرسه
مدرسة الإساءة للنادي الأهلي من يومها. الصفحة دي طالعة كده يعني، طالعة للإساءة، ويجي يقول لك ده فلان الأهلاوي عضو مجلس إدارة ومساهم فيه بأمارة إيه بس؟ عضو مجلس إدارة؟ أو هناك يعني عضو مجلس إدارة هناك في المصري؟ آه مش في النادي. آه لا في المصري. آه ومساهم. آه هلا هو في إيه؟ إزاي يكتب هذا الكلام؟ وبعدين ده ياخدنا لنفس الشيء، هو لما يكون أخبار متفبركة الأهلي ياخد حقه إزاي واللعيب ياخد حقه إزاي؟ من مين؟ ما أنت تقول مصدرك إيه؟ يعني لابد إن يبقى لازم فيه بقى يبقى إدارة جديدة في النادي الأهلي للبحث في الإساءات الإعلامية وملاحقة مرتكبيها. تروح للمجلس الأعلى للإعلام تقول لهم الصفحة دي بتعمل 1 2 3 4، يا يقولوا لنا مصادرهم عشان نتأكد من جديتهم، يبقى هم مصدر هذا الخبر. طيب دي الفبركة المسيئة. طب الخناقة الحامية، الخناقة الحامية بقى مواقع كتيرة ذكرتها، الحق في خناقة حامية في الأهلي. مين يا عم؟ قال لك محمد شريف وحسين الشحات. ليه؟ يا ده اللي حصل واللي وصل و و و و الناس انشغلت بكده. المرحلة صعبة، التوقيت مهم، الضرب تحت الحزام مفهوم. عشان كده الحقيقة محمد شريف وحسين الشحات حبوا يبينوا ويوضحوا، خلصوها بدري، اصل الخناقة ايه. نشوفها. انا عامل لايف بس يا جماعة، بس انا عايز اجيب شريف ثواني بس، انا وهو متخانقين وانا هكسره. انا جيت بص عشان نبقى متفقين. احسن هكسرك. اه انا دلوقتي بعت نفسي وانا اخطفك. ها انا مستغرب حاجة، عارف ايه هي؟ ايه عارف ايه؟ ان انت اصلا كنت عند الجون. مش عارف، مش بهزر. انا اصلا انا ورا، انا ورا يا ابني، انا اصلا لعبت لك وكنت عندك كده. انا عايز بس اللي بيتفرج على الماتش، اللي بيتفرج على الماتش يشوف انت كنت فين قبل ما اطلع ب 10 ثواني، شوف انت واقف فين. انا هتجنن. ده انا لعبت لك واقف قدام مش قادر ارجع. طب اشمعنى انت اللي بزعلك يعني؟ مش عارف والله. انا مستغرب يعني، مستغرب اصلا المشكله. انا لقيت ناس كتير بتكلمني بتقول لي وانت شريف زعقتوا مع بعض؟ زعقنا مع بعض؟ هنزعق مع بعض ليه يا جماعه؟ انت عارف بقى. المشكله اللي احنا اصلا ما بنزعقش وما بنتكلمش، دي الفكره اصلا. ما هي دي المشكله، ان احنا عمرنا ما بنتخانق مع بعض ولا بنزعل يعني. المشكله وانت عارف يا باشا، النادي الاهلي يا باشا فيه خصومات وفيه وقف وفيه كل حاجه، هنتخانق مع بعض عشان خاطر احنا نتوقف احنا الاثنين وبقى الدوري بقى يروح بقى. وبعدين ده هي اصلا الكوره اوف سايد، تمام؟ وثمان انا مبصيها لك، سواء بقى جت ما جاتش خلاص خلصت، فاهم؟ فعادي يعني. ما هي خلاص يعني، هنزعق بقى لبعض ليه بقى؟ اللي احنا عايزين نقوله بقى شيري ايه بقى؟ ايه؟ ان احنا الحمد لله اللعيبه كلها بتحب بعض، ربنا بيكرمنا الفتره اللي فاتت عشان خاطر احنا كلنا مع بعض وكلنا على قلب واحد، على قلب واحد وكلنا كتف في كتف، هو ده اللي منجحنا. فالناس عايزه توقعنا، فاحنا مش هنوقع، احنا كلنا رجاله وكلنا بنحب بعض. احنا عملنا الفتره الجايه كده. طبعا هو ده بيرد على كل حاجه بيخلصها، وهو الكابتن حسين لخصها بخبرته يعني. اه قال لك دول عايزين بس يبينوا ان في مشاكل بينا عشان نشتبك مع بعض ونضيع وقت بعض والعلاقات تسوء ويضيع الدوري. هو ده المقصود فعلا يعني. كلام فارغ ولا يليق ان احنا نعيش هذه الاجواء ونسيب غيرنا يستثمره ضدنا عشان يعمل ترند على حسابنا. بس حسين الشحات كويس ان هو عنده هذا التركيز، وكمان شغال ما شاء الله الفترة الأخيرة، مؤثر جدا في الفرقة، ليه دور كبير جدا في انتصارات الأهلي وأهدافه المتتالية، وبيحتفل بالمباراة رقم 100 له مع النادي الأهلي. بنقول لحسين ألف مبروك للمقوية، ولسه منتظرين منك كتير جدا. هنشوف حسين الشحات بالمقوية. الحقيقة الصورة دي ما جاتش على الهوا، لكنه هو بيحتفل بمباراته المية مع النادي الأهلي، مع أهداف ومع يعني مساعدات كثيرة جدا، يستحق التحية ويستحق التقدير. وحظه كويس أنه بيحتفل وفرقته كسبانة كمان النهاردة وبتعتلي صدارة الجدول. حسين الشحات واحد من أهم اللعيبة في الجيل الحالي، وصفقة بكل المعايير ناجحة للنادي الأهلي ومؤثرة جدا، حتى لو في فترة ما كان الأداء بتحصل لأي لعيب على مستوى العالم ما يديكش نفس المردود في بعض الفترات.
لكنه لعيب واعي. وانا حتى شبهته انه مع فوارق الشخصيه فوارق المهارات وفارق اللي مش ضروري نقول لصالح مين، لكن الفلسفه بتاعه اداؤه بتشبهني بفلسفه اداء كابتن محمد بركات. هو يستطيع ان ينفذ بشكل تكتيكي، يصنع الالعاب، يصنع الاهداف، يساعد في الدفاع، يحرز الاهداف. عنده هذه المهارات. اتنين تحس ان تشال من على كتافهم حمل الضغط العصبي اللي كان على حسين وعلى كهربا، الاثنين اتحرروا شويه الفتره الاخيره. ما هي لعيبه كبيره. اه طبعا. هو الكره هتتنسي؟ لا طبعا. هو انت شلت من عليه الضغط بس. اما تقعد سنه ما تركبش العجله. اول ما تركبها هتعمل كده شويه، بعد كده هتنطلق. طيب اذا كنا بنتكلم بقى على الاصوات العربيه اللي شفنا بعض الاصوات النشاز منها اللي مدفوعه بمعلومات كتيره خطا وبتوجهات متكرره واضح جدا ان هي سلبيه جدا، لكن على الصعيد الاخر هناك اصوات اعلاميه عربيه شقيقه شديده التقدير للنادي الاهلي وشديده التقدير لقيمه النادي الاهلي، الى درجه انه واحد من اصحاب هذه النماذج المضيئه عربيا واصحاب الحضور الطاغي الحقيقه في الاعلام الرياضي السعودي الاستاذ احمد الشمراني. استاذ احمد الشمراني كاتب صحفي وناقد رياضي كبير بجريده عكاظ اليوميه الكبيره، وايضا واحد من المحللين المهم في القنوات السعوديه. استاذ احمد الشمراني اختص مجله الاهلي هذا الاسبوع بمقاله مهمه جدا تحت عنوان قمه الحياد ان تشجع الاهلي. كده قمه الحياد ان انت تشجع الاهلي. ولما سئل اي الاهلي تقصد قال لك مصطفى الاغا في برنامج صدى الملاعب، لما سالني اي الاهلي تقصد قال لك كلهم اهلي وعشقي، وقال كلام كتير جدا لعل في بدايته قال لك لا ارى مشكله في ان اعلن انتمائي للاهلي، ولا يمكن تحت اي ظرف ان اختبي خلف ستار الحياد المزيف وانا اكتب عن الاهلي. استاذ احمد الشمراني اهلا بيك. اهلا وسهلا، حياك الله استاذ ابراهيم، والتحيه ايضا موصوله الجميل والرائع المهندس عدلي ابو الصفقات نسميه دائما، وايضا للجمهور الاهلي العظيم والإدارة الاهلي برئاسه الكابتن محمود الخطيب. خد بالك انت لو طولت دقيقتين على الهواء المهندس عدلي هيمضيك كصفقه مهمه. لا بس انا لا املك ثمنه. هو بره التقييم. اهلا بك يا استاذ احمد وسعداء بالتواصل معاك، لكن قول لي قمة الحياد أن تشجع الأهلي؟ أكيد أكيد، أولاً أنا سعيد جداً، أنا أظن طبعاً من خلال هذه القناة الجميلة والمتابعة والمتزنة والرائعة والتي تمثل صوتنا جميعاً كأهلاويين، وكذلك الحال أيضاً شرفت أن أكون اليوم في هذا المقال اللي حصلت على رد فعل كبيرة من جماهير الأهلي من خلاله، رغم أنه هو مشاعر المحب. أحياناً يا سيدي انت بحاجه ان تكتب مشاعرك، واحيانا مشاعرك تكتبك، فكيف عندما نتكلم عن نادي وقيمه النادي الاهلي المصري؟ علاقتنا بهذا النادي الاهلي ما هي مجرد فقط لا غير ميول عابر او شهوه عشق كره القدم بقدر ما هو ارتباط تاريخي، يعني كما ذكرت دائما بالنسبه للاهلي ذا تشيع بالنسبه لنا قبل ان يكون حب وعشق، هو ايضا ارتباط من خلال شخصيتنا الكبيرة والمؤثرة شخصية أهلي المصري والأهلي السعودي صاحب سمو الملك الأمير عبد الله الفيصل عليه رحمة الله، وأيضا من خلال أسماء كثيرة مرت على 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 الأهلي السعودي من ضمنهم أيضا الرئيس الراحل الأستاذ صالح سليم كان في أغلى زيارات المملكة العربية السعودية أشرف في أن يتواجد في المجلس مع الأمير محمد، تحدث عن الأهلي وعن الأهلي هناك. حقيقة بالنسبة للأهلي أقدر وأقول وقلتها في صدى الملاعب، قمة الحياة أن تشجع الأهلي وتشجيع الأهلي، ما أعتقد أنه مجرد تشجيع فقط كما ذكرت في البداية، لكنه خوف وعشق وانتماء وأفخر بذلك هنا وهناك. هو حضرتك يعني بتفكرني بالحياد الإيجابي، المبدأ السياسي انك تنحاز لرأي، ف
لان هو ده الحياد، انك تنحاز للقناعه اللي انت محتضنها. انا يعني هل ده المقصود يعني؟ اكيد هي زي ما قلت لك باشمهندس، وانت خير من يعلم. احيانا بعض المقالات تكتبنا واحيانا نكتبها. طبعا انت ما اكتب عن عن, عن الاهلي بتجرد يعني من خلال ميول، لكن في نفس الوقت اراعي في مساله انه تقديم الاهلي بالصوره اللي تناسبه. كما ذكرت ايضا في متن المقال، قلت اذا كانت شعار الاهلي مسؤوليه في الملعب ايضا مسؤوليه في الكلم. برنامجكم الحالي انتم طبعا وقناه الاهلي بالذات مهما حدث للاهلي من او على الاهلي من تجاوزات صراعه حتى في ردودكم النبل، وهذا هو المعروف، هذه قيمه الاهلي. حكايه ان تختار العباره تكتبها قبل الاهلي وبعد الاهلي هذه مسؤوليه كبرى. فاعتقد انه شعور اي اهلاوي منكم نتعلم يا اساتذه. رائع جدا ان تصف العلاقه مع النادي الاهلي او علاقه العشق بالنادي الاهلي هي مسؤوليه. كلمه كبيره جدا ومهمه جدا، بتلخص حاجات مهمه يا استاذ ابراهيم، وتخلينا امام احنا نتصرف في هذا الحب ازاي، مسؤوليتنا تجاه هذا العشق هذا الحب ازاي. ولكن عايز اساله على جمله كنت انت عايز تسالني عليها. انت ختمت مقالك الرائع الجميل بقولك احد الاهلاويه المثقفين يقول لا، الأهلي ليس مجرد ميول بل استقامة. جملة عبقرية. نعم، هذا 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 يا باشمهندس جميل لنا عليه رحمة الله، وكان شاعر سعودي اسمه مجد النفيعي. الله يرحمه. هذا أهلاوي طبعا بالذات. يوم من الأيام كتب مقال أو كتب قصيدة طبعا ومقدمتها كان هذه العبارة الراقية. بالتالي اعتقد انه استثمرتها في هذا المقال لانها تشكل حقيقه. انا اعتقد انه الاهلي او الانتماء للاهلي ليس مجرد ميول بل استقامه، وهذه هذه 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 الحقيقه، وهذا اللي تعلمناه من كبار الاهلاوي. تخيل يا استاذي انه عندما كنا نجلس في مجالس كبار الاهلي كما ذكرت لك بدايه من الرئيس عبد الله الفيصل محمد عبد الله، كان حديثهم دائما نفس الشعار اللي في مصر، الاهلي فوق الجميع. وبالتالي ما تجد عندنا نكبر الشخصيات على حساب الكيان، بمعنى ايا كانت. ما اعتقد انه بيمر على النادي الاهلي ولا على مصر ولا على العالم العربي الكوره بحجم محمود الخطيب، لكن يظل الاستاذ محمود الخطيب رغم انه يعتبر ايضا من النوادر اللي بنى مجد كبير كلاعب كمدير كره كرئيس نادي حاليا. فبالتالي يظل يقول لك عندما يتحدث يقول الاهلي فوق الجميع، الاهلي دائما تكبر بها الاشخاص ولا يكبروا بالاشخاص مع احترامي لهم. مثل بعض الانديه، بعض الانديه انا اقولها حتى عندنا في المملكه العربيه السعوديه يقدسون الشخص اكثر من النادي. الاهلي عندنا هنا والاهلي عندكم في مصر ما وجدت، وهذا هو الصح. النادي فوق الجميع ايا كانت نجوميته في النادي. قبل ما اتداخل معكم سمعت المداخله مع الكابتن حسين الشحات، شوف العلاقه شوف العلاقه في ثواني اخمدوا لك نار الفتنه. فهذه مبادئ الاهلي، هذه دروس الاهلي، هذه خصوصيات الاهلي. بالعكس انا سعيد جدا اني انثر مشاعري الليله من خلالكم، وسعيد جدا اني اتحدث من خلال قامتين كابتن المهندس عدلي والاستاذ ابراهيم، واتمنى انها توصل رسالتي. احيانا الانسان يكون جاهز انه يقول كلام كثير لكن عندما يظهر على الهواء تمتلك الرهبة، فكيف ما تمتلكني الرهبة وقدامي مفاوض كبير بداية الحلقة يبغى يفاوض؟ طيب قالت لك مقالة يا أستاذ أحمد مهمة في عكاظ قبل المباراة النهائية للأهلي في دوري الأبطال، هنا الأهلي هنا العاشرة. إزاي عشت اللحظة وانطباعك كان عن تتويج الأهلي بالبطولة الأفريقية إيه؟ الأهلي عندما وصل للنهائي أنا حقيقة أنا احتفلت وغردت في حسابي في تويتر، وذكرت أيضا في هذا البرامج العاشرة مسألة وقت، لأن كان هناك ثقة كبرى حتى المباراة. لكن للأسف الشديد من غمز في قناة أنه الفريق ضعيف ونهائي ضعيف، لا ما يعني. أنا الأهلي تختلف الأسماء وأنا ثابت بقيمة البطولة من خلال الإنجاز، وليس من فريق. أنا ما هو ذنبي اني خرجت الترجي وقابلت هذا الفريق، هذا الفريق ربما لو قابل غيري بيقدم، لكن هذا قدر. عندك كما ذكرت لك
ايضا عطام الشوادي قال كلمه جميله، قال لولا الاهلي كان الفرق التونسيه ما شاء الله بطولات كثيره. بالتالي تتغير الفرق والاهلي هو الثابت دائما. ما علينا من بقدر ما نتعامل مع مجتمع. اليوم نتكلم عن العاشره وانا اتكلم عن مستوى المباراه، رغم ان الفريق ما اعتقد انه كان فريق سهل، لكن الاهلي دائما ايا كان الفريق اللي امامه تشعر امامه بالضعف. بالتالي مثل هذه الندوات اللي حدثت وهنات رأينا تؤثر بالإنجاز في الأول والأخير. هنا العاشرة هنا لا، وهنا الحياة قمة السعادة والتقدير لحضرتك يا أستاذ أحمد. إحنا نتمنى نكون على تواصل مستمر يا أستاذ أحمد، لأن يعني الحقيقة إحنا استمتعنا بهذه القدرة على التلخيص والبلاغة والصياغة. ابدا يعني احنا تلاميذكم دائما وابدا، والاهلي كمان نقول دائما واحد، وعلاقتي بالاهلي القاهره كما هي اهلي جدا. اتمنى مع اول زياره ان شاء الله باذن الله نشرف ونسعد بوجودك معنا هنا ان شاء الله. باذن الله اني ازور معشوقي باذن الله، واقوم معكم في نفس القناه باذن الله ان شاء الله. شكراً جزيلاً للناقد الرياضي السعودي الكبير والإعلامي والمحلل الرياضي الأستاذ أحمد الشمراني. أعتقد قمة البلاغة. الأهلي ليس ميولاً ولكن استقامة. الأهلي استقامة. أنت استقامة فكر. ليه؟ أديت أنك تعشق هذا النموذج المبني على قيم ومبادئ وطنية، إعلاء الشأن العام على الشأن الخاص، أنك أنت إلا فيما يتعلق بالحقوق. وهنا بيقودني برضو لأنه أشار على كلمة الأهلي فوق الجميع اللي هو فاهمها صح. والبعض يريد أن يأخذها في سياق الخطأ. الأهلي فوق جميع أبنائه ومصالح أبنائه، فلما نيجي في النادي الأهلي الأهلي فوق الجميع بنعني أنفسنا، لا شأن لنا بالآخرين. الأهلي فوق الجميع شعار تواضع وليس استعلاء. لما تقول الأهلي فوق الجميع أنت بتتواضع أمام النادي الأهلي ومصالحه، ولا تستعلي على الآخرين لأنه ليس موجه إليهم. الأهلي بين الجميع وفوق جميع أبنائه. لابد أن يفهم الشعار كما أطلق وكما يريده أبناء النادي الأهلي عشان يستفيدوا منه ويتواضعوا وينسوا أنفسهم ومصالحهم إزاء أو في مواجهة مصالح النادي الأهلي. الناس يا أستاذ إبراهيم اللي بتتعامل بالصدق شايفة الأهلي صح. ولذلك أنا بس عايز أتوقف على النقطة هنا. هتيجي تقول لي الله هو أنت زعلت من عادل حمادي عشان لقى عليك الكلام وذكرك بالسوء ومبسوط قوي من اللي أشاد بيك؟ لأن هو أشاد بيا، ما أساءش للمنافس. لو أن الأستاذ عادل حمادي اعترف بشجاعة الأستاذ الشمراني لما قال لك انا اهلاوي ولا اخفي ميولي واشاد بنادي اخر، لاحترمنا هذا وما كناش هنزعل منه. لكن انت تعرض لي بالسوء. الاستاذ احمد لم يتعرض بالسوء لاي حد بنفس النادي. حمادي زملكاوي يعني. ما يا سيدي هو لو طلع اشاد بالزمالك هنزعل احنا؟ لا طبعا. لو قال نفس الكلام ده بالنص اجابا على الزمالك في كنا احنا هنزعل؟ احنا بنرد عليه انه بيسيء الينا وبيصورنا في صوره خاطئه وبيشكك فيه حتى البطوله، مش اللي اتحققت في نزاهه البطوله اللي خوفه من ان تتحقق. بيشكك فيها من دلوقتي اذا فاز الاهلي بالدوري. احنا بنقول كده. فاحنا انا بشيد باللي بيشيد بيا وفرحان بيه، لكن من حقه يعني. هو لو كان استاذ شمراني تعرض لنادي الزمالك او النادي المنافس، من حق نادي الزمالك هنستاء طبعا. واحنا هنستاء في حاله تعرض خارجيا لاي حد مصري. لا ملناش دعوه حتى هنستاء، بس مش احنا المعنيين بالتصدي. انما لو تصدى نادي الزمالك الذين يسوؤون اليه هذا حقهم، ونقول لهم والله برافو عليكم. لا تقبل الاساءه من حد. ما تقبلش الاساءه من حد بس. انما النهارده انا متضايق من حد بيشكك في باخبار مغلوطه ومعلومات كلها ونهج مستمر. فبنقول له لا ما ينفعش كده. انتوا ايه اللي مفكركم بالدوري المصري مره واحده؟ ومن امتى؟
من حقكم تقولوا ده صح وده غلط لشأن الكرة المصري. مالكم؟ ما حدش بيجيب سيرة الدوري عندكم. مش من حقنا إن احنا نخش في الخناقات بتاعة الأندية مع بعضها. إذا كانت موجودة يعني. مش دورنا. مش دورنا إلا إن يتقال كخبر. مش 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 تحيز برأي. ورأي خاطئ مبني على معلومة خاطئة. طيب. الحقيقة نجاحات اتحاد كرة اليد ومنتخب مصر في الأولمبياد واستمرار هذه النجاحات لهذا الاتحاد دفع البعض بل الكثيرين الحقيقة للمقارنة بين ما يحدث في الكرة في كرة القدم وما يحدث في اليد. الاثنين ألعاب جماعية، الاثنين خارجين من رحم الرياضة الواحد، الاثنين عايشين في نفس الظروف، الاثنين تقريبا الأندية الراعية ليهم والمحتضنة للعبتين تقريبا هي نفس الأندية، الاثنين عندهم وضع محلي استلزم تغيير الاتحادات وعلاقة بالاتحاد الدولي، الاتحادين أفرزوا قيادات دولية في كرة اليد من وصل إلى رئاسة الاتحاد الدولي الدكتور حسن مصطفى، وكرة القدم من وصل إلى اللجنة التنفيذية للفيفا المهندس هاني أبو ريدة. عشان كده يمكن هذه المقاربة اللي فرضتها لنتائج الدورة الأولمبية خلتني أكتب مقالة النهاردة في الأخبار، اتحاد اليد يدير كرة القدم، هل ده طرح البعض مغالي فيه ولا لا؟ لقيت في نفس اليوم فنان الكاريكاتير عمرو سليم في مصر اليوم تقريبا راسم نفس المعنى وقايل فكرة يمسكوا رئيس اتحاد كرة اليد رئاسة اتحاد كرة القدم. ده طبعا من فرط ما يحدث بين يأس وإحباط في الكرة وتقدم ونجاح مبهر يصل إلى درجة تكريم رئيس الجمهورية وإشادته بالمنتخب الوطني. كرة واليد إيه الفرق؟ الفرق ببساطة شديدة. أيوة. القيادة ممكن تاخدها في سكة العلاقات العامة. أن تقود اتحاد أو نادي أو مؤسسة رياضية أو حتى فنية، أنك تاخدها يا إما في سياق، وخصوصا لما يبقى لك مناصب دولية. العلاقات العامة ودعم شخصك مع المؤسسات الدولية بحيث يبقى لك وضع قوي فيها. أو تاخدها في سياق أن تأخذ مسؤوليتك الحقيقية ولو بإجراءات تبدو غريبة، تبدو صادمة وأحيانا مؤلمة. لكن نتيجتها قدام شوية بيبان انها كانت لصالح المكان، لصالح اللعبة. فتوصل انك انت يبقى قوتك في مركزك الدولي نابع من فكرك مش من علاقاتك. قوة الدكتور حسن مصطفى جاءت من هنا. وانا اعرفه متربين مع بعض. لكن محدش فينا كان متوقع الراجل ده هيوصل لايه وهو ايه اللي في دماغه. يعني انت لما تشوفه كلاعب، كان لعيب دولي، كان في ناس وقته اشهر منه كلاعيبه هاندبول. ايوه هو كان لعيب دولي. طب بطل، اول ما بطل يصدمك اول صدمه حكم؟ لا، انا مش همرن غير الفريق الاول النادي الاهلي. الفريق الاول يروح ممرن الفريق الاول النادي الاهلي ويعمل فيه طفره. طب هسيب النادي الاهلي مش همرن غير منتخب مصر الفريق الاول. وهنا اقتربت منه كاداري بقى. انا انا كنت في الاتحاد كره اليد من 80 ل 88 وهو كان مدرب منتخب مصر. كابتن حسن مصطفى كشخصية ما يريحش بعض القيادات. فما بيبقاش على علاقات تقول انه بيتجامل. اخر واحد في الدنيا هيتجامل وهو مسؤول. لانه زي ما انت شايفه كده حد ماسك مشرة الجراح. فداخل بطلباته. فبعض الناس كانت جوه الاتحاد موافقة عليه على مضض لكن بتتمنى له الاخفاق.
فكان بيقدر يواجه كل ده وبينجح. طب وهو مدرب منتخب مصر قرر ان يخوض معركة رئاسة الاتحاد المصري لانه اكتشف انه مش هيقدر كرة اليد تتطور الا لما حقق بعض الافكار الخاصة به. وانا الحقيقة ازعم ان انا حاربت انه ياخدها بالتزكية. وانا عضو اتحاد كرة يد. قلت لهم يا جماعة الراجل ده هينجح هينجح. فمش عايزين نعمل شرخ في اسرة كرة اليد. وكان موجود الوزير عادل عبد الباقي رئيس الاتحاد مستشار عادل عبد الباقي واحنا في وعملنا اجتماع مع سكرتير مناطق. قلت له عادل بيه كان هو خلاص خلص مدته ما يقدرش ينزل تاني. قلت له مش عايزين احنا كمسؤولين نتحيز لحد لان الدكتور حسن مصطفى اللي الناس كلها مستغربه هو ايه يسيب مدرب منتخب مصر عشان يجي رئيس اتحاد. قلت له هينجح علاقته بالناس فيها قناعة. وفعلا وقفنا انه ياخدها بالتزكية وخدها بالتزكية. وخدت معاه دورة بقى انا كأمين صندوق وعيده مكتب تنفيذي. الله ايه راجل اللي انت بتعمله ده؟ يقول لك من ضمن يعني القرارات يعني اولا عمل لجنة فنية ومسكها لخبراء حقيقيين. قولوا لنا افكاركم ازاي؟ هو النمط بتاع اللعيب المصري ده نجيبه منين؟ فعملوا مشروع طوال القامة والعمالقة وأشرف الاتحاد المصري بنفسه انه يوزع المواهب دي على الأندية في المراكز اللي محتاجها لها عشان يبتدي يعمل منافسات قوية بين كل الأندية. وبعدين الشول، طب عايز يشجع الأندية انها تجيب لعيبة شول شول وبمواصفات معينة. قال لك اللي جون اللي جيبه الأشهر باتنين مثلا. لا أيوة في فترات في الدوري وبعض الفترات إيه يا عم ده طيب أنا عايز هو ده بقى فكرة تطويع المسابقات لتقوية اللعبة. ما هموش بقى من الاعتراضات. هو أنت عامل عشان النادي الفلاني عنده لعيبة أشول وأنا ما عنديش جيب لعيبة أشول. فكل جاري بقى يجيب اللعيبة الأشول الشول. عمل إيه تاني؟ قال لك لما تجيب جون من بره مسافة معينة زي الثلاثية بتاعت الباسكت يتحاسب مش عارف باتنين ولا بتلاتة. لا وفترة خلى بين الشوطين رميات جزاء. ما هو لسه عايز بقى يدربك كمان حراس المرمى تصد وانت تتمرن. قال لك بنخسر ماتشات كتيرة بضربات الجزاء. اصبحت نتيجة ضربات الجزاء اللي بعد كل مباراة جزء من نتيجة المباراة. فتتغير النتيجة. ايوه. فتهتم انت بحراسة المرمى وتهتم بانك وتبتدي بقى تخش في ايه؟ في الجديد في التطوير، تبتدي السكاوتنج. كل مدرب يدرس الحارس اللي قدامه، كل حارس يدرس اللعيب اللي هيشوط عليه. فهو راح بعد كده راح عامل مشروع ربط الدوري المرتبط. وبعدين قال لك ايه؟ الله طب انت هتقعد بقى تتميل فوق وتجيب لي لا تسيب القاعده. وكل سنه يغير المرتبط. مرة 14 مرة 16 مرة 18 فخلق مناخ في إيجاد الموهبة التي تفيد. ما كانش غريبة إن بعد شوية تاخد بطولة كأس العالم للناشئين. أيوة. اللي اتعملت في مصر مع جمال شمس في بداية التسعينات 91 ما كانش غريب بعد كده تكرر الإنجاز أكتر من مرة بالمركز الثالث. ما كانش غريبة إنك تبتدي تظهر كرة اليد المصرية على الساحة الدولية كفرقة من أهم 8 فرق في معظم الاحوال على مستوى العالم. ما كان وابتدي يكافئك يعمل لك ايه؟ تنظم كاس العالم هنا. في عز ويصل هو طيب اتحاد. طب انا ليه بقول كده؟ كل ده وهو بعد ايه؟ لما جه بقى يترشح الاتحاد الدولي. ايه ده كابتن حسن بقى دولي؟ ايه كابتن حسن؟ صلح نفسه ازاي؟ اتقن اللغه الالماني. وراح فين؟ لسويسرا. كلمهم بلغتهم. اصبح صديق شخصي مع انت هتشوف الراجل ده بيفكر ازاي. انا متابعه قريب منه. اول مره العرب قدموه ودعموه وطبعا الدوله. تاني مره جدارته بس اتصاحب على مين؟ جوزيف بلاتر اقوى رئيس اتحاد في العالم. والجمعيات العموميه على فكره زي مصر كده هتجدها معظمها مداخلها متشابك واحد. مداخلها واحدة. فأنت لما تقول حسن مصطفى مش فكرة رومانسية يمسك اتحاد الكرة يقدر. لأ
هي افكار حسن مصطفى واتحاد اليد تتطبق في تتطبق في الكوره. طيب لو كان حسن مصطفى عشان يبقى رئيسا للاتحاد الدولي وكان ده النهج التقليدي انك تمشيها سكه علاقات عامه، هو نفس الشخص يقدر ينجح، كان ممكن بس ما كانش يستمر كل الفتره دي. طب يقدر يطور؟ لا ما كانش هيطور، لانه كان هيضطر عشان ما يزعلش حد ما ياخدش القرارات المؤلمه. واي رئيس وقائد حقيقي لابد ان يتخذ بعض القرارات تبدو مؤلمه وصعبه ولكن لصالح المستقبل. ده في كل اتجاه. اللي عايز يكسب الحب هيصطدم بالصح، اللي عايز الصح هيتحب. هيتحب والفرصه متاحه في اتحاد الكوره. اللجنه الثلاثيه تم المد ليها من الاتحاد الدولي لغايه 5 يناير. احمد مجاهد اعلن انه مش هيترشح، فبالتالي اصبح لزاما او اصبح المطلوب وفقا للوضع الحالي ان كره القدم هذه فرصه ذهبيه لاعاده تطوير كل مناحيها. اذا كانوا بيتكلموا على رابطه الانديه المحترفه يا ريت ده يتطبق وبسرعه وبجديه كامله، مش بطريقه شكليه علشان نفضل كاتحاد ندير ونتحكم، لا، تحرير كره القدم من خلال رابطه الانديه المحترفه سواء للفريق الدوري الممتاز او القسم الثاني ثم الثالث تباعا للانديه المحترفه، ده واجب مهم جدا. هيكله المسابقات، هيكله لجان الاتحاد، تنظيم المنتخبات، لانه لازم نشوف مين المنتخب اللي هيمثلنا في باريس 24 من دلوقتي. اذا كنا جادين في هذا التحول المهم جدا في هذا التوقيت من استقرار التشريعات، من هيكله المسابقات، من تطوير لجان الاتحاد فليكن. لكن اعتقد هذه المقارنه ما بين اليد وما بين القدم تخلي سكان الجبليه يخجلوا جدا ان ده حاصل، هذا التكريم والتقدير لمنتخب اليد واشاده الناس كلها بيه وعلى راسهم رئيس الجمهوريه، ثم ممكن هذه الاخفاقات المتتاليه والتراجع المستمر في كره القدم. اذا كنت عايز تقارن تعال نقارن بين اللعبتين في الدوره الاولمبيه، مش من ناحيه النتائج، المناخ، السيطره. ما سمعناش عن مشكله واحده في كره اليد، لكن في كل معسكر لكره القدم، روح كاس العالم حتى صح او غلط تطلع لك مشاكل، تيجي تنظم بطوله هنا تطلع لك مشاكل تاخدك من تركيزك، يتدخل فيها اللعيبه ويتدخل فيها الكباتن، تنتهي مباريات منتخب مصر تكتشف ان كان في مشاكل سواء على الكابتنه او المشكله اللي ظهرت بتاعه المشكله الانضباطيه دي، بتدلك هو ده الفرق على طول. لما يبقى في انضباط بيوصل لحد يعني اللي يقول لك المكاسب في اوضه اللبس، المكاسب في اوضه اللبس وفي كل مكان وفي المطعم وفي الاتوبيس وفي حجره النوم كل حاجه. اذا نموذج كره اليد بهذا الشكل مهدى لكل الاتحادات الرياضيه، ارجوكم اشتغلوا بفكر وبرؤيه احسن من كده شويه، لان اللي حاصل نفسنا ومشاكل واثاره مشاكل وتصفيه حسابات واغراض ومصالح ومنافع واشياء اخرى. وفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد. من الفبركه المسيئه للخناقه الحاميه للمقارنه المرفوضه الى كلام مهم ب بعضمة لسانه ويجادلونك في المبادئ. اعلى قيمه للنادي الاهلي تميزه وتنصعوا وترصعوا وتظهروا وتشرفوا وتخلي جمهوره يفخر ويزهو بيه انه دايما وابدا النادي تحكمه منظومه قيم ومبادئ. ده مش كلام، مش شعار ولا ادعاء ولا من مدعاة الفخر والزهو الاجوف، لا، دي مواقف حقيقيه. في مثل هذا اليوم من سنه 85 تعرض الاهلي او كره القدم في النادي الاهلي
على وجه التحديد لاختبار قوي جدا في مبادئه وتقاليده ونظامه. الأهلي مقبل على مباراة مع الزمالك في كاس مصر، عنده ماتش مهم جدا، عنده ظرف صعب جدا، وإذ فجأة تحدث مشكلة داخل الفريق، المدير الفني وقتها للفريق كابتن محمود الجوهري، مدير الكرة الكابتن هاني مصطفى، عضو مجلس الإدارة المشرف على الكرة الكابتن حسن حمدي، ورئيس النادي الكابتن صالح سليم كان في لندن. وتتفاعل المشكلة إلى حد أنه كابتن الجوهري ياخد الفريق ويتمرن بره النادي في نادي الشمس خرقا لنظام النادي، فتتداعى الأحداث وتتفاعل، والأهلي يوقف فرقة بالكامل ويلعب ضد الزمالك بالناشئين ويكسب المباراة ويكسب المبدأ ويكسب القيمة ويكسب التاريخ. انت عارف الاهم من القصه دي اللي تملي تتحكي ناقصه ان يكمل بالقرار لحد النهائي كان دور الثمانيه ويكسب الكاس. ويحكي الكابتن حسن حمدي مهندس هذه القضيه. كابتن حسن كمشرف على الكوره وعضو مجلس اداره هو اللي تولى هذه الاحداث كامله وكان له هذا القرار. الاول هنشوف أهداف فوز الأهلي على الزمالك في هذه المباراة التاريخية اللي كانت في مثل هذا اليوم، وما هياش لمجرد فوز على منافس، لا، ظروف فوز في مبدأ مهم جدا. نشوفها. طويلة، لعبة جامدة، والجول، الجول الأول للنادي الأهلي بعد مضي حوالي 3 دقائق. الجول الأول للنادي الأهلي بعد مضي حوالي 3 دقائق بيجيبوا اللاعب رقم 13 حمادة مرزوق. 3 دقائق حمادة مرزوق بيجيب الجول الأول للنادي الأهلي، تصبح نتيجة تقدم النادي الأهلي بهدف لا شيء بيحرزه حمادة مرزوق بعد مضي 3 دقائق، هو اللي جاب الجول الأول. وجول بيجي مد رجب عالية وتفوت وتلعب جامدة وتحط جول. جول الجول الثاني للنادي الأهلي، الجول الثاني للنادي الأهلي، الجول الثاني للنادي الأهلي بيجيبه محمد السيد. محمد السيد يجيب الجول الثاني للنادي الاهلي. هنشوف الكوره مره ثانيه، محمد السيد بيحطها جوه الجول، الجول الثاني للنادي الاهلي. محمد السيد قاعد في الارض، شايفين اللي هو في وسط زملائه، لعبها بالعاليه، وكرشي بيحطها جوه الجول، كرشي بيحطها جوه الجول، بيجري بيها بسرعه، بيستنى وبيمشي، لعبها عاليه، حط جوه الجول. يا سلام، الجول الثالث للنادي الاهلي. اجوال جميله جدا، مش قادر يصدق من الفرحه، وبيجري بره الملعب للجماهير. مش معقول اجوال حلوه بنشوفها النهارده، وبيجري بيخش مره ثانيه. طارق خليل، طارق خليل بيجيب الجول الثالث للنادي الاهلي. ذكريات جميله. تشكيل الاهلي في المباراه دي لانه كلهم اشبال باستثناء الكابتن. انا كنت في المانيا شوبيل. مع فريق كره اليد. فجالي الالفي. كابتن عادلي كسبنا النهارده الماتش. تصدق انا اول رد عليه ايه؟ قلت له لعبنا بالناشئين ولا بالكبار؟ قال لي بالناشئين. هي دي، هي دي. طيب الموقف صعب، انت بتلعب بفرقه ناشئين كلها ضد عتاوله فريق كبير كلهم نجوم كبار، والمباراه في الكاس يعني نوك اوت، يعني ما فيهاش لا نقطه ولا تعادل. ومع هذا كابتن حسن حمدي اخذ القرار. كابتن شوبير سال الكابتن حسن، انت ما فكرتش للحظه في انك بتعرض الفرقه ومستقبل الفرقه للخطر، ممكن تقضي على جيل بالكامل؟ نشوف الكابتن حسن حمدي صاحب هذه القضيه وهذا الموقف كان رده ايه على كابتن شوبير. اهلي بيلعب مع زمالك في بطوله كاس،
معقولة توقف الفريق الأساسي بالكامل 16 لعيب أو تساهم في إيقافهم والأهلي يلعب بالناشئين أمام نادي الزمالك معرض نفسه لهزيمة قاسية كنت هتتحملها حضرتك على مر التاريخ؟ أنا الحقيقة ما فكرتش في اللي أنت بتقوله. أنا عندي مشكلة كانت كان كابتن جوهري موجود مدير فني، كابتن هاني مصطفى مدير كورة، نعم، وحصل بعض من الخلافات وكده اهوت، وبعدين كان بكلم هو طلب من كابتن جوهري كويس ايه، قلت له ما ينفعش اللي انتوا يعني بتعملوه دوت، هم مختلفين مع بعض. فالمهم اما اختلفوا اللي حصل الخلاف ده يعني ف 16 لعيب بتمرنوا مع كابتن جوهري بره النادي. يعني ايه بره النادي؟ انا ما اعرفش حاجه. كنت حضرتك ماسك ايه في النادي ساعتها؟ كنت مشرف على الكوره. مشرف على الكوره، ادو مجلس اداره ومشرف على كره القدم. فالمهم يا جماعه لازم ترجعوا تتمرنوا، ما بيتمرنوش مش عارف ايه، قاعدين فين؟ قاعدين في لوكاندا في مصر الجديده، ناسي اسمها. اللي مهم يعني انا حسن اعتقد كان معايا كابتن صلاح حسني اعتقد او كنت لوحدي، وبعدين فرحت لهم كويس ماشي، اعتقد كان خالد جدالة كابتن الفرقه، خالد جدالة كان منهم مزمين. حاجه كده كان باين في المغرب، قلت لهم الروكاندا بالليل كمان. قلت لهم تعالوا يا بهوت، انتوا ايه؟ انتوا عارفين انتوا بتعملوا كذا، انتوا تخرجوا مع النادي مش عارف ايه كده يعني، زي تتمرنوا بره النادي، الكلام ده غير مقبول. لازم ترجعوا النادي كويس. وهم جمعوا نفسهم يعني اللعيبه بقى في الاوض جمعوا نفسهم وقعدوا يعني. فالمهم يعني ومعاكم مدرب كابتن جوهر الله يرحمه. فالمهم قلت لهم بصوا هديكم فرصه لغايه بكره، اذا ما جيتوش بكره انا هاخد قرار في هذا الكلام. انا اول حاجه عملتها لما حصل الكلام دوت خليت مجلس الاداره يديني سلطات مدير كوره، ما انا مشرف كوره ما عنديش سلطات. خدت قرار من مجلس اداره انك ليك سلطات مدير كوره، انا هاخد سلطات مدير كوره، مش عايز غير سلطات مدير كوره بس كويس. وخدت سلطات مدير الكوره، جبت الكابتن عادل تعيمه كان ماسك 20 سنه مظبوط، قلت له كون 20 لعيب او 22 لعيب كويس، كان عندنا ثلاث ماتشات او اربع ماتشات، ثلاث ماتشات يمكن حاجه كده، قلت له احنا عندنا ماتشات يبقى في 22 لعيب او 20 لعيب انت بتختارهم زي ما بنقول لك يعني هم المسؤول يعني. نعم. ودول اللي هيلعبوا الماتشات كلها. بص بقى الفيديو ده والفيديو اللي جاي هنرجع للجمله اللي قالها شمراني. حب الاهلي مش ميول، ده الاهلي ليس ميولا. بتحدث علاقتك بالنادي ليس ميول ولكن استقامه. هي الاستقامه دي، الاستقامه دي ايه؟ اللي عايز ياخد باله بقى من الكلام بتاع الكابتن حسن، قال لك رحت لهم وانا المشرف، وانا المشرف قلت لهم لا يليق ما ينفعش، ارجعوا بكره والا هيبقى لي قرارات حاسمه، وبعدين عشان يقدر ياخد القرارات الحاسمه لان هو كمشرف ما يقدرش ياخدها، لكن لو هو مدير كوره يقدر ياخدها. شوف بقى مع انه عضو مجلس اداره، شوف العمل المؤسسي ده، لا شوف الدقه كمان بتاعت الكابتن حسن اللوائح، يوم يرجع لمجلس اداره ادوني صلاحيات مدير الكوره، طب ما انت كمشرف ولا حد كان هيفكر في الكلام ده، ادوا له الصلاحيات، راح للكابتن عادل طعيم قال له اجهز انت احتمال تكمل الثلاث ماتشات الجايه. هذا هو العمل المؤسسي في النادي الاهلي، الاهلي مش ميول ده استقامه. وعشان كده الكابتن حسن عرض ايه على الكابتن الجوهري في خضم الاحداث؟ نشوفه لانه ده حدث في مثل هذا اليوم. المهم رحت لهم بقى المعسكر بنفسي. يا بهوات انتوا لو ما جيتوش هيبقى في اكشن قوي عليكم قوي يعني. وبكره تدريبكم الساعه سي واحدة ونص او اتنين في النادي، في النادي تدخلوا النادي تتمرنوا. يس.
جم تاني يوم كويس ما جوش. رحت واخد قرار كويس بايقاف اللعيبه ديت بدون مجلس اداره. رحت واقف 16 لعيب وعملت اجتماع مجلس اداره بقى لعرض الموضوع عليهم. مش الايقاف بقى، الايقاف مع شطب مع كذا حاجه كمان. طبعا. المهم تاني يوم مجلس الاداره كان بعد الظهريه. لقيتهم تاني يوم. جم النادي اللعيبه ودخلوا اوضه اللبس. يقلعوا هينزلوا يتمرنوا. ماشي مع الكابتن جوهري؟ لا، جم لوحدهم من غير الكابتن جوهري. كويس. انا عملت ايه؟ جيت قلت لهم ولا واحد يخش اوضه اللبس. وبالباب الذي هنا هو في بابين هنا وهنا يعني ايه كده، وقلت لهم انتوا خلاص انا ما برجعش في كلامي. دخلت مجلس اداره قلت لهم حصل كذا 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 وانا كل اللي خدته منكم ان انا اخد سلطات مدير كوره، وانا الناس ديت مفيش حاجه اسمها واحد يسيب النادي كذا. موضوع بقى كابتن جوهري يبقى ايه اختصاص كنتوا مجلس الإدارة. انا رايي كذا بدون بقى ما اقول رايي ايه. المهم يعني اتوقفوا اللعيبه. كان قرار مجلس الاداره الجوهري يرجع يعني عنده ماضي الى اخر هذا الكلام. رجع كابتن جوهري لما نزل الملعب تاني يوم اللعيبه موقوفه وهو رجع. حصلت مشكله تانية. واخد بالك؟ فجالي كابتن جوهري انا عندي مشكله كبيره، انا مش عارف ايه، انا ازاي يعني انا انزل ادرب وهم موقفين؟ والله ده قرار كويس. ده قرار يعني. خلاص كده مش هرجع فيه يعني. يعني انت لعيبه ده سلطتي انا. جه بقى كابتن جوهري بعد في مجلس الاداره الثاني، انا نزلت ومش قادر اللعيبه سير عليا زي انا اللي قلت لهم بتاعه وانا هم يتوقفوا وانا ادرب انا مش عارف. انت حرين كويس، عندك فرقه هي بتتمرن وهي فرقه الشباب دي هتلعب قدام الزمالك ماتش قدام الزمالك وهتلعب الماتش وهو دوت النظام اللي موجود. سيادتك عايز تبقى موجود اهلا وسهلا. مش عارف الكابتن جوهر. بس جه بقى كابتن جوهري بعد كده قبليها بيوم او يومين نزل الملعب ولعب الزمالك وكسبنا الزمالك. الدرس الثاني، حب الاهلي مش ميول، ده استقامه. الدرس الثاني المهم جدا، القوه مش في اتخاذ القرار، القوه في تنفيذه. انك توقف فرقه بالكامل كلهم نجوم. هو خد قرار راح لمجلس الإدارة، كان عايز القرار يبقى شاض. لكن درس أول مكرر، القرار الجماعي، مجلس الإدارة له فكر وفي ناس تانية بتعمل التوازن اللي هو لا يخل لا بالمبدأ لكن في نفس الوقت ما يعملش تغيير دراماتيكي في حاجة. فقالوا لا يتوقفوا. فراح قال لهم خلاص يتوقفوا. تنفيذ القرار بقى، ادي القوة بقى. اللعبة جت قال لهم انتوا رايحين فين؟ داخلين أوضة اللبس غير. لا يا حبيبي انت اهو. محدش يقلع حين ولا يغير ولا يتمرن. ولا تخش أوضة اللبس، انتوا موقوفين. خلصت. اللعيبة عملت كده. القرار ده يفكرك بإيه؟ البطولة العربية لما فيليكس بدل ما يجي يوم الخميس كابتن وهو على التليفون، كان الكابتن نسو بخته واقف جنبي. قال له قول له، قال لي انا مش لاقي تذكره. قال له يروح يقابل الاستاذ وهيب مدير المحطه هيحجز له هيركبه، لو ما ركبوش يكلمني من جنب الاستاذ وهيب بيقدر يجي يوم الجمعه. فكلمني بعد نص ساعه قال لي مش لاقي مكان. قال له ما عملش كده طبعا. فالكابتن صالح قال له قول له لو ما جيتش يوم الخميس انت مش في البطوله، انت مش في البطوله. فاحنا رحنا يوم الخميس الصبح، لقيت يوم الجمعه واحد داخل مستر عادلي بالشطه. قلت له راح فين؟ نفس الكلام.
قال راح فين ايه؟ طالع اوضتي. فين اوضتي؟ قلت له لا انت مش في البطوله. عمل كده اتسمر مكانه. اتفضل. هو كان متاكد انه انت هتلعبه ليه؟ لان الكابتن حسام وقتها كان موقوف. فتخيل انت بتلعب بطوله عربيه من غير بدون فرويد. من الفرويدين. اهم فرويدين في مصر كان وقتها هم حسام وفليكس. ها؟ فما كانش متخيل ان القرار ممكن يبقى كده. استقامه مش ميول. بصوا يا جماعه ده في مثل هذا اليوم احياء لهذه المبادئ وتوعيه لجمهورنا الكبير. اللي عمله الكابتن حسن لما رجع فيه للكابتن صالح وهو في لندن قال له قرارك ايه؟ قال له قراري كذا كذا كذا، قال له لو خدت حاجه غير دي كنت هزعل. هي دي الثقه. ثقه الاختيار وثقه ان انت دايما وابدا امين وحريص على مبادئ هذا النادي. ازيدك من البيتش هذه القيمه. بعد الكابتن صالح ما رجع فالكابتن الجوهري رايح له مكتبه عايز يشرح له ويشتكي له. كان العلاقه بين الكابتن صالح والكابتن جوهري قويه حميمية قوي. كان يحبه جدا. فبعد قال له جاي ليه؟ قال لي عايز اقول لك يا ابو الصلح. كان يناديه كده على طول. رحمه الله على الجميع. رحمه الله عليه. قال له لا ما تحكيليش حاجه انا عارف كل حاجه. قال له بس اعرف، قال له انت حظك حلو ان انا مش موجود لان انا كنت هتضامن مع حسن انك ما تدخلش النادي في طرد كل شط يعني مش طرد يعني خلاص اوت. فانت بعد مهمتك دي ما اظنش انك هتبقى في النادي الاهلي. في مثل هذا اليوم من 85 كان هذا القرار اللي ما فيهوش لا مهادنه ولا في اي تساهل قدام المبدا. وده يرجعك لكتير جدا من وقائع تاريخيه رسخت وعززت لقيمه مبادئ النادي الاهلي. من اول ما جعفر والي باشا في ال 28 وقف حسين حجازي ابو الكوره. ولما هدد انه ينتقل قال لك ينتقل الى اي مكان شاء ويبقى الاهلي وبقي الاهلي. ثم تتوالى الأحداث والمواقف المعززة والمقدرة دايما وأبدا لقيمة المبدأ. شفتوا حتى مجلس الإدارة الحالي لما فريق تنس الطاولة بره في البطولة العربية يرتكب أخطاء ويبقى قرار الكابتن الخطيب بمجرد ما يختاره اللعيبة ترجع. أنت بترجع اتنين لعيبة اتخانقوا مع بعض وأساءوا تمثيل الأهلي بره وتلعب ناقص بينهم ست لعيبة تلعب باربعه بس تلعب باربعه بدل السته وتكسب البطوله واللي حصل في عبد الله السعيد وازاي تم خرق النظام فيبقى قرار الكابتن خطيب مش هيكمل في النادي الاهلي ويمشي عبد الله السعيد ويبقى الاهلي ويصنع هذا الجيل اللي يحقق التاسعه واللي يحقق العشره واعتقد مش هيفضل بعيد ابدا في منظومه قيم النادي الاهلي. قدامك ساعه وترد. انا بس عايز اقول قدامك ساعه وترد كلمة حسمت علاقة لاعب موهوب ومهاري زي رمضان صبحي بالنادي الأهلي لأنه ماطل وتلاعب ودايما وأبدا فاوض وهو متفق مع نادي آخر وكان الأهلي استهلك في وقت طويل جدا. فلما كان الرد بهذا الشكل للأهلي ماطل ولا تحايل ولا سعى ولا استنى ولا أرجوك ولا تعالى، لا ده النادي الأهلي قدامك ساعة وترد وتبقى عامل حسابك انك ممكن تدفع الفاتوره دي فربنا يكافئك بعناصر اكثر جديه واكثر انضباطا واكثر التصاقا بالنادي الاهلي. هو الغرض المغزى يا جماعه من القصص دي ليس ان احنا نعرض سلبيات الاطراف اللي اخطات خالص مش في ذهننا، ولكن احنا بنقول لكم كيف يتعامل النادي الاهلي مع الازمات والاخطاء. وزي ما بقول الدرس المستفاد من كلام الكابتن حسن ليس فقط في اتخاذ القرار ولكن في التأكيد على تنفيذه مهما كانت الظروف صعبة ومهما كانت التبعات اللي انت هتتحملها. وفي جملة كنت متصارنة هتيجي كابتن شبير وهو بيقول له طب انت ما خفتش ان القرار ده يوصلك الى نتائج سلبية ولا تبقى نتيجة استهل بيها؟ قال له ما فكرتش في الكلام انت بتقوله ده خالص. قال انا ما فكرتش في كده غير ان في خطأ لازم بس يتعالج بس وهو ده احسن طريقة تعالج بيها اي ازمة. اوعى تحسب التداعيات
اللي ممكن تنالك انت كمتخذ قرار السليم، قرار سليم. احنا مش من احنا مش بنقول في يبقى في رعونه في اتخاذ القرار، ولكن هذا القرار بيحمي حاجات اهم من النتيجه. لما القرار يمس اسلوب ومبدا وقيمه وتاريخ و و و و و و و و و ولعيب قدام كيان، اه طبعا، او فرد قدام كيان، او افراد قدام كيان ومصلحه كيان وقيمه الكيان، لا الكيان فوق الجميع. انت بتستغنى عن ايمن رشدي وهو احسن لاعب في افريقيا في الكره الطايره، هنقعد نحكي كتير كتير قصص كبيره. بس عارفين منظومه القيم والمبادئ اللي بتخلي كل واحد فخور بانه اهلاوي بجد وصلتك ان انت تبقى اداريا واقف على ارض قويه جدا وصلبه جدا. وحسين الشحات لما سمعتوه في الفيديو مع شريف يقول له هو انا هتخانق معاك وانا عارف الاهلي بيعاقب وبيوقف وما بيرحمش حد؟ ما هو ده، هي دي ثمره الانضباط والالتزام، وهي دي قيمه. وهو انت لما لعيب يقول لي واحد ويزعق ولا بتاع دي خناقه؟ ده لكن كل هذه القيم المتراكمه خلتك توصل الى اعلى درجات النجاح وتبقى نادي القرن في افريقيا، نادي القرن في افريقيا في القرن العشرين. ويحتفل الكابتن صالح سليم ويتسلم الوسام في جوهانسبرج، وفي مثل هذا اليوم يلعب الاهلي مع ريال مدريد. ونفكركم بفوز لا ما تكملها بقى. اه ريال مدريد كان نادي القرن عن اوروبا. ايوه فالشركه اللي اشرفت على المباراه ايوه عملت كاس. ايوه كاس يعني ما كانش مجرد ماتش ودي. أيوه. ده كاس على مناسبه. ايوه كاس قد الحله موجود في مدينه ناصر. ايوه في مدخل اللوبي في مدينه ناصر. أيوه. فانت اتلعب لهذه المناسبه بطل القرن الافريقي او نادي القرن الافريقي مع نادي القرن الاوروبي. ودي كانت اول مباراه لمانويل جوزيه مع النادي الاهلي. الاولى فعلا. دخل النادي الاهلي ودخل قلوب جماهير النادي الاهلي من الباب الملكي من الفوز على ريال مدريد بهدف صندي نيجيري. اقيمت المباراه في ملعب استاد القاهره، كانت الاولى لمانويل جوزيه. تشكيله الاهلي عصام الحضري، اشرف امين بدل معاه ابو المجد مصطفى، شادي محمد مع سمير كمونه، وائل جمعه، سعيد عبد العزيز، حسام غالي، هادي خشبه، محمد جوده مع عادل مصطفى، احمد ابو مسلم مع صندي، وخالد بيبو وعلاء ابراهيم ووائل رياض. ودي بعض اللقطات من هذه المباراه التاريخيه اللي كانت في مثل هذا اليوم 4 اغسطس 2001. الاسطوره دي ستيفن اسطوره ريال مدريد كان موجود وشرف هذه المباراه، الاسطوره دول بوسكي ايضا المدير الفني للريال مدريد وقتها حضر في المباراه ديت زي ما انتم شايفين في المدرجات 100,000 مشجع. شارك العدد كبير من لاعيبه الاهلي كان خبراتهم اقل شويه من منتخب الشباب اللي كان واخد برونزيه كاس العالم. بعثه ريال مدريد عملت زياره في الاهرامات وكان ليها تاثير كبير في تنشيط السياحه المصريه. عادل مصطفى في الغرفه يمكن قال للنيجيري صندي انه هيكون صاحب هدف الفوز ليله المباراه. بركاتك يا شيخ عادل. دي جانب او ده جانب من هذه المباراه. لو علينا الصوت، هو ادار المباراه الحكم جمال الغندور. طبعا حافظين بعد روبرتو كارلوس وجمال غندور، ما شاء الله جمال غندور سطر تاريخ لحكامنا، حكم في مونديال 98 وحكم في بطوله الامم الاوروبيه 2000 وحكم في بطولات افريقيا غير ان بطولات الانديه، معروف ومشهور لدى اللعيبه الكبار والنجوم دول، ناقصه بس يحكم في كوبا امريكا يبقى عمل تاريخ، وهو دلوقتي عمل تاريخ الحقيقه، ما حدش حصله في هذا في اجيل الحكام في تاريخ الكره المصريه. اللعب محصور في وسط الملعب، مع الوقت الرهبه هتروح زي ما بقول لحضراتكم، الفرقتين في بدايه فتره الاعداد، النادي الاهلي عشان دور الثمانيه هيلعب السبت الجاي مع بطل انجولا، وريال مدريد عشان الدوري فرصة أقول لحضراتكم أسمائها. والتعادل السلبي 20 دقيقة أحبائي الكرام، والتعادل السلبي الأهلي وريال مدريد. لما جه هنا سنة 61 اللقاء الأول احتفال نادي الزمالك باليوبيل الذهبي 50 سنة، روبرتو كارلوس
صاروخ صاروخ لكن برافو يا حضري، ومخطوفه ثانيه خط ما ان شاء الله روبرتو كارلوس. زي ما بقول لحضراتكم روبرتو كارلوس عملوا له مولود في ساو باولو بالبرازيل موسم 97 في لقاء ودي مع فرنسا، جاب جول من مسافه 40 يارده من فاول في فابيان بارتيز حارس المرمى مانشستر دلوقتي وفرنسا. اشوف الشوطه صاروخ سرعه كام؟ اكثر من 150 كيلو في الساعه. وقالوا انها درسوها الجول ده، غيرت اتجاه الكره ثلاث مرات في السكه، كان فيها شويه سكرو وكان سرعتها 288 كيلو في الساعه، اللي فاتت دي 150 كيلو. وادي سافيو يحاول لكن بتخطر، وراؤول جونزاليس لكن ادي الركنيه لويس فيجو بيعتها لنا محمد نصر، وقفها روبرتو كارلوس والقدم اليسرى، ولكن يتألق في هذه اللقطة عصام الحضري أحبائي الكرام ويطلعها. بعدين سيد عبد العزيز وبتشط تاني من مكاليل، هجمة فيجو، فيجو مكانه المفضل وعاوز يفوت بطريقته الخاصة، عاوز وهاجم النادي الأهلي. يا سلام، أدي خالد بيبو جاله الموقف حلو وانفراد راح حط وراح صريصة حلوة ورجع ورا راجل حط هوبا جول جول صنداي، يعطي الإذن للقدم اليسرى لتصرف الأضواء 12 شقلبة في الهواء، تشقلب يا تشقلب يا عم، ويكافئ مانويل جوزيه في أول لقطة ولا ثاني لقطة صنداي يتألق، بس اتلعبت له حلوة حلوة حلوة، مفيش أنانية، وجول جميل 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 يحمل توقيع الوافد الجديد صنداي اللي النادي الاهلي كان مسجله السنه اللي فاتت مع روبرتا كروي، لكن ما كان عشان ظروف الاجانب ما قدرش انه عدد الاجانب. السنه دي بيعتمد عليه مانويل جوزيه، جول جميل جميل جميل، وتحمر المدرجات. يا سلام يا حسام يا غالي يا ابني، لعيب وانت غالي حسام، غالي وانت غالي، ونجم كبير قوي حسام غالي، يتالق ويتجمد. يا سلام يا حسام يا غالي، لعيب وانت غالي، لان هو اللي اكتشفه، هو اللي ضمه، هو اللي ضمه كابتن الشربيني، لكن كان مشرف على القطاع الناشئين وقتها. الماتش ده زي ما انت قلت كان اول ماتش لمستر مانو جوزيه، وفي الماتش ده النادي الاهلي حط كره في العارضه وضيع فرصتين انفراد، كره لعلاء ابراهيم وكره لخالد بيبو رقص الدنيا، والجون اللي بيلفها دي طلعت فوق العرض والجون فاضي. فاحنا عملنا ماتش كويس قوي، وريال مدريد عمل طبعا، اديك شفت اللقطات اللي جت كان عامل ازاي، واخد الامور بجديه، وده كان اول ماتش بيقدمه فيه زين الدين زيدان. اول ماتش يلعبه زين الدين زيدان مع ريال مدريد. مين لعيبه الاهلي ده كان اول ماتش ليها؟ مين؟ وائل جمعه. وائل جمعه ومانو جوزيه وزين الدين زيدان. دي كانت في مثل هذا اليوم 4 اغسطس 2001. ربك لما يريد نكسب ريال مدريد. ده كانت بدايه تجربه ذهبيه كبيره جدا، وجيل ذهبي كبير صنعه النادي الاهلي، اللي الناس مع الجيل الحالي بدات تشم ريحه ان هناك جيلا عملاقا كبيرا يولد بيننا. بعد الفاصل ملامح هذا الجيل العملاق. أهلا بحضراتكم من جديد. قلت لكم قبل الفاصل وإحنا بنتذكر ونسترجع كل ذكريات الجيل الذهبي اللي حقق بطولات كبيرة جدا للنادي الأهلي مع مانويل جوزيه، في بداية ملامح تكوين جيل جديد خبراته بتزيد، ثقة لعبته بتتزايد، التدعيمات المستمرة للفريق بتعالج كل الاحتياجات الفنية للمدير الفني، ومن هنا بتتوالى الانتصارات مع الوقت وبطوله ورا بطوله. لا، في جيل ذهبي كبير قوي ان شاء الله، مع دعمكم مع مساندتكم مع ثقتكم في لاعيبتكم، الامور ان شاء الله هتكون باستمرار في تقدم ملحوظ. اداء الاهلي برغم المكسب فيه بعض الملاحظات، الناس بتشوف ان الاداء متذبذب لكن الاهلي بيكسب وبيفوز. نشوف راي الدكتور طه اسماعيل في اداء الاهلي وفوزه على وادي دجله. هو كان في يعني تذبذب في الاداء التكتيكي للنادي الاهلي على مدار المباراه، يعني في البدايه ترك الاستحواذ تام
فريق دجله حوالي ساعه نص ساعه و35 دقيقه. نعم. ودي تضيع وقت، ودجله كان مستريح لهذا الامر. فطن لهذا الامر وابتدى يهاجم في اخر ربع ساعه في الشوط الاولاني. ابتدى الشوط الثاني بدايه جيده جدا بهجوم كاسح وضاغط وخلق فرص كثيره وسجل هدفين. بعدها حصل مباشره انا خلاص جبت جولين. هو كفريق يعني انا كفريق جبت جولين. المفروض مفيش مجال للمجازفه، اجازف ثاني في مباراه صعبه. انما حصلت المجازفه بدليل انه ارتدت الكوره بموقف تكتيكي ما يحصلش. نعم. موقف دفاعي للنادي الاهلي ما يحصلش من فريق كبير. هو بسرعه كده بس هو الجون ده بيجي متكرر في النادي الاهلي. انت موجود في تحصل خطا ما تلحقش تتدارك توازنك الدفاعي في فراغات. ده حصل قدام سموحه في الماتش اللي خسرناه، في الجون اللي خسرناه. ده حصل في اكتر من ماتش في هجمات مرتده سريعه تيجي عليك، لان اللي بيقول الفرق الصغيره، الفرق الصغيره دي ساعه ما يخش فيها جون ما عندهاش حاجه تبكي عليه، فبتبقى في منتهى الشراسه او عامله حسابها على اللحظه دي. فلما بتيجي اللحظه دي يعني تصادف ان تم استثمار هذه اللحظه اربع مرات امام النادي الاهلي في اربع مباريات مختلفه. فانا مع الدكتور طه ان لازم بيبقى في حل لهذا الموضوع، ان ما ينفعش انك تتعامل مع يعني لازم تبقى متوقع الخطا، ولو حصل هتعامل معاه ازاي. ده راي الشيخ طه كبير المحللين. راي الكابتن وليد صلاح امير الموهوبين ايه؟ لماذا هذه اللحظات الاخيره بالنسبه للاهلي بتمثل مشكله دائما وابدا؟ بصوا النادي الاهلي خلينا نشوف البرواز كله على بعضه. الناس دايما بتبص للي قدامها دلوقتي، لكن لازم واحنا بنقيم لعيبه النادي الاهلي او اداء النادي الاهلي لازم نشوف الصوره كامله. النادي الاهلي بقاله فتره كبيره جدا بيلعب واللعيبه بتلعب تحت ضغط رهيب، ضغط عصبي وضغط معنوي وضغط لياقه بدنيه بشكل كبير جدا. نعم. النادي الاهلي قبل نهاية افريقيا حاجه صعبه جدا، نهاية افريقيا ضغط عصبي شديد، بتروح لكاس العالم للانديه بترجع يعني اللعيبه بلغه الكوره كده منهكه، ولعيبه بتروح منتخبات وعدد كبير جدا في المنتخب الاولمبي والمنتخب الاول. لازم نشوف الصوره كامله. طيب اخطاء متكرره. بس هو كابتن وليد يعني راح للاسباب. وده نقطة إيجابية. ما هو أنت ساعات تظهر ترصد العرض لكن ما تروحش للأسباب. العرض إن في خطأ، بس الخطأ بيحصل ليه؟ لأن في فعلا إجهاد على كل الأصعدة اللي قالها، بدني، نفسي، ضغط المسؤولية. بيتحملوا مجموعة محدودة من اللعيبة لأن زملائهم الجاهزين موجودين بره ست لعيبة. فيعني أرجو إن في حالة اكتمال الفريق كل السلبيات دي تتلاشى. طيب موسيماني بيعمل كل ده، رأي المنافس فيه ايه؟ كابتن عصام مرعي نجم ومدرب الزمالك السابق له رأي مهم في مستر موسيماني نسمعه. رأيك في بيتسو موسيماني وتجربته مع النادي الاهلي حتى الان؟ شوف انا برضو مش هغير رأيي، انا كلمت على الراجل ده كويس جدا. الراجل ده هو في فترة قصيرة جدا احرز حوالي بتاع خمس ست بطولات كبيره، منهم بطولتين افريقيا ابطال الدوري. كريم البطوله الافريقيه انا لعبت ثلاثه افريقيا. الموضوع شق جدا، فانا بشوف ان موسيماني في بتاع الماتشات الكبيره، الماتشات الكبيره دايما بيبقى حاضر بشكل كبير جدا. كتير قوي من بعض المحللين بيمسكوا يسلخوا موسيماني بيكلمه، طب ما تيجي تورينا انت وتيجي وتخش النادي الاهلي وتاخد كل البطولات الخمسه او سته اللي هو خدهم دول. هو انت فاكر الامر سهل؟ طب يعني ازاي؟ يعني انت كمحلل وانت كنت نجم، انا بتكلم على ناس ممكن يكونوا زمايلي او ممكن يكونوا كمان اكبر مني شويه وممكن يكونوا اصغر شويه، طب ما تيجي وتخش كده وتخش اوضه اللبس وتتعامل مع النجوم دي، وبعدين هتتعامل مع النجوم دي ازاي؟ ازاي تقنعهم اصلا انت بعد ما خدت بطوله لازم تروح تاخد بطوله؟ برافو عليك، يعني اصعب كتير، حاجات كتيره جدا. وبعدين ازاي انت بتوجد دايما الدوافع والحافز وتجديدها؟ يعني نفسه هادي كابتن عصام مرعي، حتى هو لعيب محترم، كان راجل مهذب ومش شاغل نفسه لا بالمقارنات ولا بالحجج، ولا بيروح للمواضيع كراجل مسؤول. فقال لهم طيب ما هو سأل سؤال بسيط، وهو ده الكلام بقى
اللي مش عاجبه يعمل زيه. هيبرينا هيعمل ايه بقى. وتعرض لنقطه مهمه، ان ازاي تسيطر او تتعامل مع مجموعه من النجوم كلهم شايفين ليهم حق. عمليه صعبه دي، من الضغوط برضو اللي على مستر موسيماني، واللي هو الراجل عمال يعني بيعوم في وسط المشكله دي ببراعه حتى الان. موسيماني يعوم ببراعه ويسير بالفريق نحو ان شاء الله انجاز الكثير والمهم، لكن كما تذكرنا الجيل الذهبي الكبير هناك كلام كثير في أسرار الملك الدينامو. واحد من نجوم هذا الجيل الذهبي اللي حقق بطولات قياسية للنادي الأهلي الدينامو محمد شوقي. قبل ما أسأل المهندس عدلي جبته إزاي وحصل إيه، نشوف هذا التقرير الصوتي اللي بيذكركم بالدينامو محمد شوقي اللي كان في الجهاز الأخير مع كابتن شوقي غريب مدرب للمنتخب الأولمبي. دينامو خط الوسط الذي لا يكل ولا يمل، صاحب التسديدات القوية التي هزت شباك المنافسين. إنه محمد شوقي نجم منتخب مصر والنادي الأهلي السابق، صمام أمان المارد الأحمر في جيله الذهبي الذي كانت له السيطرة محليا وقاريا وعالميا. لا يعرف الكثيرون أن محمد شوقي بدأ مشواره مع عالم كرة القدم في مركز حراسة المرمى، قبل أن يلعب في مركز صانع الألعاب وأخيرا مركز لاعب خط الوسط المدافع. ظهرت موهبة محمد شوقي مبكرة مع منتخب مصر للشباب، حصل معه على المركز الأول في الدورة الدولية بقطر والمركز الأول في الدورة الدولية بشيلي، قبل أن يتوهج مع مدربه شوقي غريب ويتوج بالميدالية البرونزية لكأس العالم بالأرجنتين عام 2001، ونال خلالها لقب أفضل لاعب وسط مدافع ديفندر. وقتها كانت أعين النادي الأهلي بالمرصاد لهذه الموهبة النادرة في ظل رغبة القلعة الحمراء في بناء جيل قادر على حصد الألقاب ولسنوات عديدة بعد منافسة شرسة مع العديد من الأندية وأبرزها الزمالك. رفض شوقي جميع الإغراءات التي قدمت له لكونه أهلاوية ويرغب في تحقيق حلمه بارتداء الفانيلة الحمراء. كان ظهور الأول لمحمد شوقي مع النادي الأهلي أمام نادي الزمالك في مسابقة كأس السوبر المصري، وتوج المارد الأحمر وقتها باللقب. وفي الفترة من 2003 وحتى 2007 ثم في الفترة من 2010 وحتى 2012 خاض محمد شوقي 164 مباراة بقميص النادي الأهلي في جميع المسابقات، سجل خلالها 14 هدفا. توج محمد شوقي مع المارد الأحمر بالعديد من الألقاب المحلية والقارية والعالمية، حيث توج مع الأهلي ببطولة دوري أبطال إفريقيا مرتين ومثلهما لبطولة كأس السوبر الإفريقي، وحقق لقب الدوري المصري 3 مرات وكأس مصر مرتين وكأس السوبر المصري 3 مرات. كما توج مع النادي الأهلي ببرونزية كأس العالم للأندية في 2006. مع منتخب مصر خاض محمد شوقي 65 مباراة بقميص الفراعنة، سجل خلالها 5 أهداف، أبرزها هدفه الصاروخي في مرمى البرازيل في كأس العالم للقارات 2009، وتوج مع المنتخب ببطولتي كأس أمم إفريقيا 2006 و2008. خاض محمد شوقي خلال مشواره مع الساحرة المستديرة العديد من التجارب الاحترافية، بدأها في ميدلسبرو الإنجليزي وكايسر سبور التركي، ثم النفط العراقي ونادي كلينتون الماليزي، قبل أن يختتم مشواره في المقاولون العرب. وبعدها قرر الاعتزال والاكتفاء بما حققه في المستطيل الأخضر والاتجاه إلى مجال التدريب، ليعمل مدربا مساعدا مع ميدو في نادي وادي دجلة، ثم مدربا مع شوقي غريب في الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي بعد مسيرة عطاء رائعة لاعبا مع النادي الأهلي ومنتخب مصر. باشمهندس، كانت في كل مرحلة الأهلي يتراجع شوية أو يهدى شوية من على البطولات يبدأ بناء جيل، وده كان ملحوظ جدا من بعد في الألفية الجديدة
2001 بدأ الأهلي يبص للفريق، جاب مانويل جوزيه، بدأ يستخدم بعض اللعيبة. من 2001 ل 2003 بدأ يكتمل قوام فريق قوي. محمد شوقي كان واحد من اللعيبة اللي جم من منتخب الشباب في الأرجنتين 2001. 2003 بدأ مسيرة في بداية التسعينات. الكابتن صالح لما جه في من بداية الفترة التكميلية واستعاد قوام الفريق، مبتداها ان نبني فريق بالظبط، يعني جاب الكابتن حسام ابراهيم، وبعدين ابتدينا جبنا فريق التسعينات اللي خد البطوله 7 مرات متتاليه. ايه الالفيه بقى؟ حصل طبعا مع نهايه الجيل لازم يحصل الكلام ده. فابتدينا مع مستر مانويل جوزيه، لما جه اول مره الراجل كان صريح الى درجه مزعجه، يعني الفريق ده لازم يدعم. طيب احنا رحنا في اتجاهين. كان المنتخب الاولمبي كان واخد البرونزيه في الارجنتين وفي عناصر واعده، فقررنا يعني نحاول نعتمد على جزء منه، وابتدينا مع ابو مسلم وابو المجد وحسين امين وبعدين كان المفروض ان احنا كابتن فتح الله ومحمود فتح الله ومحمد شوقي. محمود فتح الله مضى وعقده كان عندك. مش بس مضى، هو مجلسي غير رايه في اخر لحظه بطريقه حتى كلنا استغربنا، يعني كان ظهر محمد سمير ويبدو ان حصل حوار، طب ما انا طالع لي ناشئ وممكن يسد، يعني حصل حاجه كده فجاه. لكن بالنسبه للكابتن محمد شوقي احنا خدنا اللعيبه دي كلها استغناءات. طبعا الحاجه ساعات بتولي مش محتاج يبيع لعيب هيحافظ عليها لا لا كان بيدفع اكتر من اي نادي في مصر، وكان حريص قوي انه يعني. فلما كابتن محمد شوقي خلص عقده، حد من بورسعيد قوي بدا يتواصل معانا، كابتن محمد شوقي افيلابل وحابب يجي النادي الاهلي، واحنا طبعا مقتنعين بيه جدا. حاولنا قبل كده اتكلمنا فيه ان احنا ناخد، وكان فري ترانسفير فري ترانسفير زي ميسي دلوقتي. وحصل حاجه جابوا جه هم سي لا البورسعيد وجابوا لي البيت، وانا قاعد معاه جالي تليفون، يا نهار ابيض، الو، ف برنامج رياضي مستضيف الحاج سيد متولي وعايزين يعملوا معايا مداخله على الهواء. اوبا، والراجل قاعد عندي. فانا قلت ايه، افكر اعمل ايه، ما اردش، مش متعود مع الحاج سيد على كده. طب هرد واعمل ايه اعمل ايه، فكرت في فكره. فاول ما الو، تكلم الحاج سيد، اهلا بالحاج سيد، الحاج سيد استاذنا وكبيرنا واللي بيعلمنا كيف تبنى الفرق. قول لي يا حاج سيد، مش عايز تدينا محمد شوقي؟ لا لا لا، ما اقدرش اجيب سيرته، ما انا مش عايز اكذب، لو سالني عليه هقول له قعد معايا ولا ما اقول له لا ما اعرفش حاجه، ما مش عايز اكذب. قول لي يا حاج سيد قبل ما يسالني هو في حاجه، وانت استاذنا، هو لما لعيب يبقى فري ترانسفير ايوه وانا محتاجه وعايز يجي لي اعمل ايه؟ قال لي خده، وانا لو في لعيب ترانسفير. الله، انت بتثبتها. قلت له طب كويس الحمد لله، انت عايز ايه؟ اتكلمنا في مواضيع تاني. هو لو سالني انا كان قصدي على محمد شوقي، هقول له طب ما انا عندي لعيب فري ترانسفير اعمل ايه دلوقتي؟ حاجه قاعد معايا واخد بالك. يعني الحقيقه كان راجل الله يرحمه، كان راجل عظيم جدا جدا الله يرحمه، جدا كان بيقدر الاهلي، وكنا وصلنا لمرحله من التقارب، اللعيب اللي عايزه من النادي الاهلي، ولذلك كابتن احمد شديد قناوي راح، الكابتن خالد بيبو راح برضا، واحنا خدنا اكوتي ودفعنا 5.5 مليون جنيه، كان مبلغ كبير، مبلغ كبير، و150 الف دولار 3.5 للنادي المصري و150 الف دولار للنادي الغاني. طلع بعد كده قال لك 11 و13 وكلام كله فضل مش مظبوط، يعني هو زي صفقه
وكنا متفقين على ان احنا نستمر على التعاون. كل شويه تسمع عن صلاح محسن برقم وحسين الشحات برقم. ما هو صلاح محسن عشان نحسم الموضوع 2 مليون دولار في 17 جنيه وقتها الدولار. احسبوها انتوا بقى. مش محتاج اجتهاد يعني. كل شويه تلاقيها ب 60,000 مليون جنيه. طبعا. وده كابتن حسين الشحات 5 مليون دولار مش عارف بكام تعمل حاجه و7 78 مليون. بتبقى 150 مليون في اي حسابات. لكن الحقيقه بمناسبه الملايين، محمد شوقي الدينامو اتعرضت عليه ملايين من الحاج سيد متولي، لكنه اختار اللي انت هتسمعه. 100 مليون وانت في النادي الاهلي وتروح نادي تاني، عايز اجابه منك قاطعه. بالنسبه لي انا لما حصل كده حصل ايه؟ ما انا حصل كده بس على ايامي. على ايامي ماشي ماشي. وفضلت اقعد ممدوح عباس؟ لا لا لا. امال مين؟ خالص. وانا في النادي المصري. الله يرحمه سيد الحاج سيد متولي. قدام ناس كتير جدا. شيك اكتب اللي انت عايزه. قدام ناس كتير. اكتب اللي انت عايزه. اكتب اي حاجه، اي رقم وقتها انت بالنسبه لك ممكن يكون المليون جنيه دول بالنسبه لك يعني هو الرقم الكبير، ولكن انا بتكلم في نفس الحاله يعني. قلت لا انا رايح. ما جاوبتش عليا لما قلت لك هتوافق ولا مش هتوافق. انا قلت لك مش هوافق. مش هتوافق؟ وانا لسه قلت لك الحل. مليون؟ قلت لك مش هتوافق. مش هوافق يا شوقي. والله عشان تيشيرت الاهلي ولا عشان النادي الاهلي ولا عشان جماهير النادي الاهلي؟ عشان ايه؟ عشان كل اللي هتقول ده. هو بياكد على كلام، هو كان مصر ان يجي بعد عقده ما خلص. ما فعلا الكلام اللي بيقوله ده حقيقي. وهو الحاج سيد كان حاسس بكده يعني. لما يعرض عليه المبالغ دي اللي هو مش هياخدها في حته ده قال له قدامك شيك اكتب اللي انت عايزه. هاي قال له عايز الاهلي. فكان كان في وضوح الحقيقه في الموقف ده. اللعيبه اللي زي كده اللي بتضحي. انا كنت احب تتمسك بالاهلي قوي. الحاج سيد رحمه الله عليه جدا يعني. يعني كل الاسماء اللي انت رديتها دلوقتي تنازلت عن فلوس كتير عشان تيجي الاهلي. ما هو ده اللي بيعمل. سواء حسين الشحات على فكره، صلاح محسن، او محمد شوقي الكبير اللي احنا بنفتكره. انا اول سؤال اللي كنت بساله لاي لعيب، وده قاله الكابتن عبد الظاهر لما قال لك قابلت الكابتن صالح في جنينه النادي الاهلي. فسالني عايز تلعب في الاهلي ولا انت شاري الاهلي؟ خلاص خلصت. هو ده اللي احنا عايزين نعرفه. لو تعرض عليه فلوس اكتر تعمل ايه؟ وكان كلمتي تملي معايا لعيب، ما هو انت ليك ثمن والاهلي له ثمن، هيضيف اليك وانت هتضيف اليه. فانت لو تاخد 10 قروش هنا خد مني 8 عشان في الاخر يوصلوا 15 من بطولاتك وانجازاتك وسمعتك وشهرتك وضمان حقوقك. اللي بوعدك بيه يعني تملي، كنت يعني دي نصيحتي لاي حد بيتفاوض يعني. ما توعدش بحاجه مش هتقدر تعملها. ما تبانش كذاب ابدا. لو انت عايز تديله 10 حاجات اتفق معاه على 8 وفاجئه بالاثنين دول، فيحس ان انت لا ده انت بتديله اكتر من اللي وعدته بيه. وده كان النهج بتاعنا في كل ولذلك كان اللعيب يتمسك جدا بالنادي الاهلي. عشان كده هو الاهلي، وعشان كده تتحقق كل هذه البطولات اللي تخليه النهارده بيقارع اكبر انديه العالم، ينافس ريال مدريد على الاكثر تتويجا على مستوى العالم، ويحتفظ بلقب نادي القرن في القاره حتى الان، ويحظى بالشعبيه الاوسع، لانه زي ما شفتوا في حلقه النهارده كم كان الاهلي عظيما وهو يتمسك بمبادئه، وكم كان الاهلي حريصا على انفاذ كل تقاليده ليصل دوما الى منصات التتويج، واللي خلته من قبل ومن بعد زين النوادي. هكذا ابدع الامير الراحل عبد الله الفيصل، وهكذا غنى العندليب عبد الحليم حافظ، ولحن محمد الموجي. زين النوادي. دمتم للأهلي دائما، ودام لكم الأهلي بإذن الله تعالى بطلا شامخا، وعلى خير نلتقي دوما مساء الاثنين القادم إن شاء الله. تصبحوا على خير مع زين النوادي.